بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة النهاردة بالتأكيد هنلقي الضوء على استعدادات النادي الأهلي الجارية في التوقيت الحالي لاستئناف الدوري العام من جديد خلال الأيام القليلة القادمة، لا سيما مباراة نادي الزمالك بإذن الله المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة 8 من مساء هذا اليوم. بالتأكيد مباراة مهمة جدا، هي مباراة في الأسبوع الرابع للدوري العام، لكن مباراة بثلاث نقاط، مباراة تأتي في سلسلة مباريات وبداية هذه المسابقة. بالتأكيد النادي الأهلي بيسعى أنه يكون بادئ بداية قوية جدا. حالة النهاردة زي ما قلت لكم بالتأكيد فيها تفاصيل كتيرة، فقرة الأخبار، فقرة الإنترو، هنهتم بشكل أكبر بالحديث عن فريق كرة القدم في التوقيت الحالي، خاصة بعد نهاية مباريات الأجندة الدولية ونهاية معسكر المنتخب الوطني وبدأ الاستعداد الرسمي من اليوم بعد انضمام الدوليين لتدريبات النادي الأهلي استعدادا للمرحلة القادمة. أيضا كمان هيكون لنا حديث عن البطولة والفترة القادمة ومكان مباراة القمة والحديث الجاري في الوسط القروي عن موعد هذه المباراة خلال الساعات القليلة القادمة. أيضا كمان في حلقتنا النهاردة معنا اتنين ضيوف مهمين جدا، اتنين من الناس اللي كان ليهم دور في فترات سابقة في النادي الأهلي. طبعا الجيل مختلف، يمكن الفقرة الحوارية الأولى هيكون معنا فيها الكابتن محمد الزيات مدافع فريق النادي الأهلي، وأيضا سبق ليه أنه هو كان مدافع في نادي إنبي في فترة من الفترات. حديث مهم جدا نتكلم معاه عن الكرة المصرية وأداء خط المدافعين والمدافعين في الفترة الأخيرة، والحديث أيضا عن مباراة القمة والزمالك. والفقرة الحوارية الأخيرة مع أحد مدربي قطاعات الناشئين في فترات سابقة، كابتن أمين عرابي، ليه باع طويل جدا في العمل داخل قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وأيضا سبق ليه العمل في نادي الجونة والعمل في العديد من الأندية المصرية في فترات سابقة. هيكون أيضا حديث سري بالتأكيد في نهاية هذه الحلقة من برنامج الأهلي الليلة. زي ما قلت لكم النهاردة الفقرة الإخبارية فيها تفاصيل كتيرة جدا، وهنلقي الضوء على نقاط محددة بالنسبة للمرحلة القادمة في الدوري العام. قبل ما أتحدث عن تدريب النادي الأهلي والاستعداد للمرحلة القادمة، يمكن مر حوالي أسبوع على قرعة دوري أبطال إفريقيا اللي أجريت يوم الأربعاء الماضي في إحدى الفنادق هنا في مدينة السادس من أكتوبر. والشيء اللافت للنظر في هذه المناسبة إن دايما عندما يذكر اسم النادي الأهلي في أي محفل قاري أو أي محفل دولي، الجميع بيصفق باسم النادي الأهلي وبيحيي اسم النادي الأهلي بشكل كبير جدا. أثناء قرعة دوري أبطال إفريقيا ومرحلة الكونفدرالية الإفريقية، يمكن كل الحاضرين عندما ذكر اسم النادي الأهلي كأحد الأندية الكبيرة اللي شهدت تتويج أو شهد النادي الأهلي تتويج بعدد من الألقاب القارية في سنوات سابقة، لا سيما 8 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، الكل تحدث عن اسم وقيمة وعظمة النادي الأهلي في البطولة الإفريقية. ولا أخفي عليكم سرا، يمكن الكل شاهد هذه اللقطات، لكن طبعا كنت متواجد في هذا الحدث بشكل كبير جدا، وشفت عن قرب اهتمام المسؤولين في الاتحاد الإفريقي واهتمام المسؤولين أيضا في الأندية الإفريقية اللي هيكونوا مشاركين في مباريات دور المجموعات ودور الـ16، وإزاي اسم النادي الأهلي بالنسبة للجميع بيلقى قبول واحترام من الجميع، لدرجة عندما ذكر اسم النادي الأهلي كان فيه يعني تسقيف جامد جدا من كل الحاضرين مجرد بس ما ذكر اسم النادي الأهلي في البطولة الإفريقية ووجوده في إحدى المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. في كواليس في هذه المناسبة وفي قرعة دوري أبطال إفريقيا، يمكن المرة دي من المرات القليلة جدا ما بيكونش حاضر كل الأندية اللي بتشارك في البطولة. نادي سان داونز كان موجود، نادي الوداد المغربي كان موجود، النجم الساحلي، الهلال السوداني، مازيمبي الكونغولي، معظم أو نسبة 60-70% من الأندية اللي هتشارك في دور 16 كانت موجودة، لكن غاب ممثل عن الترجي التونسي، ممثل عن الرجاء المغربي، ممثلين عن فريق شبيبة القبائل الجزائري، لكن المعظم كان موجود. لكن في الحوارات الجانبية واحنا بنتكلم عن بطولة لسه هتنطلق ان شاء الله يوم 30 نوفمبر، يعني لسه بنتكلم بعد حوالي شهر ونصف، 45 يوم لسه الحديث عن البطولة الإفريقية، لكن يجب واحنا في اثناء هذه المراسم القرعة ويمكن مر عليها اسبوع نذكر هذه التفاصيل لجمهورنا عشان نذكرهم بقيمة ومكانة النادي الأهلي في البطولة الإفريقية قبل انطلاق البطولة ان شاء الله بعد شهر ونصف. يمكن حتى النهارده الكابتن محمود الخطيب اثناء وجوده في التدريب تطرق في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني عن المرحلة القادمة ومن أهم المحطات في المرحلة القادمة البطولة الإفريقية. لكن حديث نادي الوداد ومندوبه محمد طلال عن وجود النادي الأهلي في البطولة الإفريقية ده بالتأكيد بيسري البطولة وبيدي البطولة قوة بشكل كبير جدا عندما تتواجد الأندية الكبيرة في دوري أبطال إفريقيا كل سنة على رأس المجموعات. اتكلم عن الوداد، اتكلم عن الأهلي، اتكلم عن مازيمبي، اتكلم عن الترجي، قال البطولة السنة دي هتكون بطولة قوية جدا، والنادي الأهلي بالتأكيد مع جهاز فني بيقوده السويسري ريني فايلر
عنده طموحات كبيره جدا في هذه البطوله. ومحمد طلال بصفته هو المنسق اعلامي واداري في نادي الوداد تطرق ايضا للحديث عن وجود كمان شعيب احد الافراد الجهاز الفني اللي موجودين في النادي الاهلي، هو مغربي الاصل وسويسري الجنسيه. قال حسنا ان النادي الاهلي عنده شخصيه فنيه ضمن الجهاز الفني بهذا المستوى في القدرات، سواء في القدرات الفنيه او حتى في قدرات التحليل الاداء الفني بالنسبه للفرق. قال رغم ان شعيب من الجنود اللي موجوده ضمن الجهاز الفني النادي الاهلي وعنده قدرات في السكاوتنج والتحليل الفني وتحليل الاداء، لكن نادي الوداد بيفتقد مثل هذه العناصر في المغرب. فمن حسن حظ النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي انه بيعتمد على التخصص في عمل الاجهزه الفنيه. وراح كمان في حديثه ان النادي الاهلي بيمتلك جهاز فني قوي جدا، والكل في افريقيا بيتابع النادي الاهلي عن كسب خلال الفترات الاخيره بالنتائج المتميزه اللي بيحققها النادي الاهلي في الدوري المحلي، وبالتالي الكل بيتحدث عن النادي الاهلي في المرحله الجايه بشكل مختلف تماما. ايضا كمان التيم مانجر في نادي سان داونز نادي جنوب افريقيا هو بيتر انجوفو، ده من زيمبابوي، حاليا هو مدير فريق نادي سان داونز. قبل مراسم القرعه كان بيتمنى ان النادي الاهلي يكون معاه في المجموعه عشان يبتعد عن النادي الاهلي في الادوار النهائيه، وقال بالتاكيد مباراه الموسم الماضي هتلقي بظلالها عن المباريات القادمه او البطوله القادمه، فبيتمنى كنادي سان داونز انه يكون مع النادي الاهلي في هذه المجموعه، ده قبل مراسم اجراء القرعه يعني، لان النادي الاهلي بالتاكيد بدايه من دور الثمانيه عندما يتواجد سان داونز في طريقه هيكون هناك تحدي كبير جدا لدى النادي الاهلي في هذه المباراه. فبالتالي قبل انطلاق مراسم القرعه الكل كان بيتكلم عن النادي الاهلي بفخر كبير جدا عن قيمه ومكانه هذا النادي العريق. انا ليه بتحدث عن هذه الامور في الفتره الحاليه رغم ان مراسم القرعه كانت بقالها اكتر من اسبوع؟ لان التفاصيل الصغيره اللي حصلت اثناء مراسم القرعه كشفت عن قيمه ومكانه النادي الاهلي يوم عن يوم بتزيد داخل القاره الافريقيه، ويوم عن يوم الانديه في افريقيا دايما بتتحدث عن النادي الاهلي بمكانته وعظمته وهو بيتواجد في اي محفل قاري. الكل شاف حاله السعاده والتصفيق الكبير من كل الحاضرين في قرعه دوري ابطال افريقيا ومرحله الكونفدراليه عندما ذكر اسم النادي الاهلي، لكن في الاحاديث الجانبيه حتى والنادي الاهلي كان في الفتره الاخيره مبتعد او بعيد عن الوصول للادوار النهائيه او حتى تحقيق اللقب في اخر خمس ست سنوات، لكن دايما وابدا اسم النادي الاهلي لما بيكون موجود في البطوله الافريقيه الكل بيتحدث عنه بفخر وبقيمه كبيره جدا. دول اثنين كان من ابرز الحاضرين اللي كانوا موجودين في قرعه دوري ابطال افريقيا، نادي سان داونز ونادي الوداد المغربي، وازاي كانوا بيتكلموا عن النادي الاهلي سواء قبل مراسم القرعه او حتى بعد مراسم القرعه وتحديد الفرق اللي هتشارك في البطوله الافريقيه اللي هتنطلق ان شاء الله اولى مراحل دور المجموعات يوم 30 نوفمبر، ثم المرحله الثانيه والجوله الثانيه 7 ديسمبر والجوله الثالثه 27 ديسمبر، ثم استراحه محارب وتنطلق مباريات الدور الثاني من مرحله دور 16 ودور المجموعات في 15 فبراير من العام القادم، ثم 22 فبراير والمرحله السادسه والاخيره من دور المجموعات يوم 7 مارس من عام 2020. في مساحه زمنيه متميزه جدا بالنسبه للانديه، مساحه زمنيه الكل يحضر ليها بشكل جيد للمرحله القادمه. دي كانت بدايه. الشيء الابرز بقى في هذه اللحظات وانا بتكلم عن النادي الاهلي واستعداده للمرحله القادمه، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص النهارده على الالتقاء بالجهاز الفني ولاعبي الفريق على هامش المران الجماعي اللي اقيم على ملعب مختار التتش في تمام الساعه 5 من مساء اليوم للشد من ازر الفريق وتحفيز اللاعبين للمرحله القادمه. النهارده الصوره اكتملت بالنسبه لفريق النادي الاهلي بعد فتره غياب حوالي 11 لاعب عن تدريبات فريق النادي الاهلي نتيجه طبعا انشغال المنتخب الوطني بمعسكر استعدادا في الفتره الحاليه، كانت مباراه وديه مع منتخب بتسوانا وبالتالي اجنده دوليه. علي معلوم كان مع منتخب تونس، في خمس لاعبين كانوا مع المنتخب الاولمبي، فبنتكلم في حوالي 11 لاعب كانوا بعيدين تماما عن تدريبات النادي الاهلي في الفتره الحاليه. الكابتن الخطيب اتكلم النهارده في التمرين وهو كان حريص على انه يحضر جزء كبير جدا من مران الفريق على التاكيد على اهميه المرحله الحاليه وضروره بذل اقصى جهد لمواصله الانطلاقه القويه سواء على الصعيد المحلي في بطوله الدوري او القاري في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا والتي يستهلها الفريق بمواجهه النجم الساحلي التونسي احد يومي 29 او 30 نوفمبر المقبل. زي ما قلت لكم في حديثي الكابتن الخطيب النهارده في الجلسه كان كمان بيتكلم على الصعيد الافريقي وازاي البدايه مهمه جدا للبطوله الافريقيه. لسه قدامنا حوالي 45 يوم لكن مهم دلوقتي والفريق متجمع بعد مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا وتحددت بشكل رسمي المجموعه اللي هتكون موجوده معاك، بلاتينيوم الزيمبابوي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي، اللي انت تتكلم عن الدوافع في المرحله الجايه عشان تكون البدايه قويه في البطوله الافريقيه، وعشان تكون البدايه قويه
في البطوله الافريقيه لازم تكون واقف على ارض صلبه وارض قويه في الدوري المحلي، وعامل نتائج متميزه وقويه في البطوله المحليه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي عقد جلسه النهارده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره على هامش زيارته للمران للاطمئنان على العديد من الامور التي تخص الفريق في المرحله الحاليه، مؤكدا على ثقته في قدره اللاعبين وامكاناتهم على مواصله العروض القويه وتقديم الصوره التي تليق باسم ومكانه النادي الاهلي. جلسه مهمه جدا وشيء بيتبعه دايما الكابتن محمود الخطيب في الفترات الاخيره لما بيكون في اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين بالنسبه للمرحله القادمه. المرحله القادمه يعني ممكن نقسمها المحطات او نقسمها المراحل. في مرحله سابقه كانت بدايه الدوري اللي انت كسبت 9 نقاط بثلاثه مباريات، تاهلت الدور ال 16 في دوري ابطال افريقيا بعد ما تخطيت كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه، فزت على الزمالك الغريم التقليدي في مباراه السوبر المحلي. لكن المرحله الجايه هي مرحله ممكن تكون مختلفه شويه عن بدايه موسم، لان هي مرحله مرتبطه بانك هتلعب مباراه القمه ان شاء الله يوم السبت القادم الموافق 19 اكتوبر، ثم عندك الجونه يوم 23 اكتوبر، ثم ستتوقف المسابقه حوالي 35 يوم لحين استئناف الدوري من جديد يوم 25 نوفمبر مباراه وادي دجله. الفترة الزمنية اللي فيها توقف دي هتكون نتيجة انشغال المنتخب العسكري ببطولة عسكرية في الفترة اللي جاية. منتخب الأولمبي عنده التصفيات المؤهلة للدورة الأولمبية في طوكيو، والمنتخب الأول عنده مباراتين في أولى التصفيات الإفريقية المؤهلة للكاميرون 2021، مباراة كينيا ومباراة جزر القمر. فبالتالي الفترة الجاية الجهاز الفني عنده مباراتين ب6 نقاط. مباراة الزمالك احنا بنعتبرها ان هي مباراة خاصة، مباراة لازم تخلق لها دوافع جديدة، مباراة لمنح المزيد من الثقة لدى الجهاز الفني واللاعبين والجماهير، مباراة من أجل أن تقف على أرض صلبة في بداية موسم قوي وشاق وطويل. الفترة الزمنية اللي هتكون بعد مباراة الزمالك والجونة هي هتكون بأشبه بفترة الإعداد لمرحلة جديدة بالنسبة للجهاز الفني، لكن بعدها هيكون عنده غمار منافسات قوية جداً. بتتكلم مباراة دجلة 25 نوفمبر ثم بداية المشوار الإفريقي، كل أسبوع عندك مباراة. فبالتالي المرحلة الجاية مرحلة محتاجة إن احنا نتعامل معاها على إن الفريق لسه ما حققش أي حاجة، لسه اللاعبين في بداية الموسم ما حققوش أي حاجة، ثلاثة ب9 نقاط الجديد، لسه الموسم طويل، لسه مباراة الزمالك محتاجة حماس وقوة دفع كبيرة جدا عشان تخلق دوافع للفوز بهذه المباراة. المباراة صعبة، مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت الجاي مباراة صعبة جدا، وبلاش أي كلام مرسل أو أي كلام لا يستند إلى واقع أو مستند رسمي أو كلام مسؤول في إمكانية إن المباراة هتقام أو لا تقام. مش عايزين نتكلم في هذه التفاصيل لأن مثل هذه التفاصيل ممكن تشتت أي حد بيفكر فيها. إحنا عندنا هدف، المباراة 90 دقيقة عايزين نكسبها، عايزين نحقق ال3 نقاط، عايزين نمشي بشكل كويس زي البداية اللي بدأها الجهاز الفني في بداية هذا الموسم. مثل هذه الامور الفرعيه ممكن طرف يكون ليه غرض ان هو يكون ليه تسريبات في مثل هذه الامور لاهداف خاصه عنده هو، ممكن يكون لسه المباراه مش متحدد مكانها، هل في استاد القاهره ولا استاد برج العرب، لسه مش واخد موافقه رسميه للمباراه في استاد القاهره فعايز يقول المباراه ممكن تتاجل لغايه ما ياخد موافقه للمباراه تكون في برج العرب فيطلع يقول خلاص المباراه في برج العرب. كل دي تفاصيل لا تعنينا في شيء، احنا يهمنا حاجه واحده بس، ان احنا عندنا مباراه السبت الجاي عايزين نشتغل عليها بشكل كويس جدا، عايزين نحضر لها بشكل كويس. نادي الزمالك منافس قوي جدا، بيحضر المباراة بشكل قوي، عنده الدوافع ان يعمل مباراة كبيرة، وعنده الدوافع ان عايز يحقق نتيجة مميزة امام النادي الاهلي. فبالتالي دورنا كاعلام ودورنا كجمهور ان احنا نوصل رسالة للعيبة ان مباراة السبت القادم مباراة صعبة، اصعب من مباراة السوبر. الاهلي لسه ما حققش اي حاجة، الاهلي عنده مباراة قوية جدا، الاهلي عنده موسم طويل جدا، الاهلي عنده مباراة الزمالك سواء بجمهور او بدون جمهور محتاجين ان احنا نحقق فيها الانتصار وال3 نقاط عشان نقف على ارض صلفه في بدايه الموسم. شيء كويس جدا تبقى كسبان الزمالك في السوبر، كسبان الزمالك في اول الدوري في الاسبوع الرابع، فبالتالي كل ده هتديك دوافع معنويه قويه جدا للمرحله الجايه. الجهاز الفني بيشتغل على ده بشكل كويس جدا، قافل على الفرقه، بيحضر للمباراه بشكل مختلف، عمل مباراه وديه مع نادي الاعلاميين بالامس وفاز الاهلي فيها بهدف مقابل لا شيء لوليد ازارو، اشتغل على تجهيز كل العناصر اللي كانت بعيده عن المباريات الاساسيه في الفتره الاخيره، وكمان اشتغل على فكره ان هو ممكن يحقق
هدف معين في مباراه القمه زي ما بدا بجونر اجايه في مباراه السوبر. دايما رينيه فايلر عنده افكار وعنده طموحات وعنده رؤى للمباريات الكبيره زي مباراه الزمالك يوم السبت الجاي، فبيحضر لها بافكار مختلفه شويه. مباراه امبارح كانت فيها تريكات معينه، اكيد ان شاء الله هيكون فيها جزء كبير من مباراه السبت اللي جاي. كل اللي يهمنا احنا كاعلام بدون الخوض في التفاصيل الفنيه ان احنا نكسب مباراه السبت الجاي. لسه الدوري طويل، حتى لو في تعادل انت بتحقق نقاط وبتبتعد بالصداره، لكن في نفس الوقت انت بتلعب على المكسب، بتلعب على انك بتوسع فارق النقاط في بدايه المسابقه. ودايما بنعتمد على العامل الذهني، لما النادي الاهلي بيفوز على اقرب المنافسين وبيركب المسابقه بشكل كبير جدا بيكون خلاص بنسبه كبيره بيقرب ان هو يحقق العلامه الكامله ويفوز بكل المباريات في المرحله التاليه. ده شيء مهم جدا واحنا بنتكلم عن المرحله القادمه. مساله اقامه المباراه يوم السبت هتبقى فين مش هتعني كتير، المهم المباراه هتتلعب السبت الجاي. اكيد المباراه هتتلعب السبت الجاي، سواء اقامتها بقى في استاد القاهره، استاد برج العرب، كل الاخبار اللي بتتناثر او اللي بيكتبها الصحفيين سواء في الصحف او المواقع الالكترونيه الكل بيجتهد، الكل بيحاول يوصل لمعلومه، لكن حتى هذه اللحظه المباراه في موعدها يوم السبت الجاي. حتى هذه اللحظه اتحاد كره القدم لم يصدر منه اي شيء رسمي بخصوص هذه المباراه، وبالتالي نحن نتعامل مع هذه المباراه وفقا للجدول الرسمي المرسل من اتحاد الكره في بدايه الموسم. فكره بقى اقامتها في استاد القاهره او استاد برج العرب، الاهلي سواء لعب على استاد القاهره او استاد برج العرب ده ملعبه وده ملعبه، لعب مباراه السوبر مع الزمالك في استاد برج العرب، لعب مباريات كتيره في استاد برج العرب، نفسنا نرجع بالتاكيد لاستاد القاهره، لكن في جميع الاحوال احنا عندنا هدف مهم جدا في المرحله الجايه ان احنا ازاي نكسب المرحله الجايه وازاي نبدا المرحله الثانيه من الدوري العام، مباراه الزمالك، مباراه الجونه، عشان 6 نقاط وانت محقق 9 نقاط يبقى في بدايه اول الدوري 15 نقطة من 5 مباريات، شيء مميز جدا. عندك فترة إعداد تحضر لها بشكل كويس بقى للبطولة الإفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله في نهاية شهر نوفمبر. بالتأكيد كل هذه الأحاديث محور حديث الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين في التوقيت الحالي، ولاعيبة النادي الأهلي دايما عندهم خبرات كبيرة جدا وعارفين المراحل الجاية محتاجة إيه عشان النادي الأهلي يستمر بشكل كويس في الموسم اللي هيكون موسم بالتأكيد مش هقول استثنائي، خلاص كلمة الاستثناء دي كانت موجودة الموسم الماضي، الموسم السنة دي متحدد المواعيد، معروفة المواعيد، مفيش تأجيل لأي مباراة، كل مباريات مواعيدها ثابتة ومعروفة، وإن شاء الله الموسم هيمشي بنفس المواعيد اللي اتحددت في بداية المسابقة. زي ما قلت لكم النهاردة الأهلي كان بيقدم مرانه الساعة 5، والجهاز الفني حدد المراحل اللي جاية، خلاص النهاردة الثلاث التمرين الساعة 5، الأربعاء والخميس أيضاً هيكون التمرين الساعة 5، يوم الجمعة ريني فايلر حدد ميعاد التمرين هيكون الساعة 3 العصر، وبعد نهاية التمرين هيتوجه في معسكر مغلق استعدادا لمباراة القمة إن شاء الله يوم السبت الجاي. فالجهاز الفني فضل إن يكون مدة المعسكر لمباراة القمة 24 ساعة فقط، ليلة المباراة كافية وتكون كفيلة باستعداد جاهز، استعدادات وجاهزية تامة للاعبين بالنسبة لمباراة القمة. دي الأجندة اللي حددها ريني فايلر بالنسبة لتدريبات الأهلي ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى موعد المباراة يوم السبت القادم. فايلر حرص على انه يعمل محاضره بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران النهارده على ملعب مختار التتش بالجزيره. محاضره الفيديو فيها جزء هايلايتس وتجميعه كده خاصه بفيديوهات لمباريات الزمالك في الفتره الاخيره، وازاي الجهاز الفني يقدر يشتغل على الجزء العملي بالنسبه للمرحله الجايه، ويكون في بقى تجهيز للعناصر اللي هتكون جاهزه لهذه المباراه. والشيء الطيب واللافت للنظر ان دايما ريني فايلر بيدي كل اللعيبة إحساس إن هيكونوا موجودين في مباراة القمة أو حتى في كل مباريات الدوري في المرحلة اللي جاية. النهاردة كان الحديث عن الجوانب الفنية والخططية للتحضير للمباريات اللي جاية. النهاردة الدوليين انتظموا في المران. طبعا الدوليين بنتكلم على محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، حمدي فتحي. حمدي فتحي اللي بنهنيه على أول هدف ليه دولي مع المنتخب الوطني بالأمس أمام بتسوانا، كان أول هدف ليه بعد أول مشاركة وبعد نزوله بدقائق قليلة في مباراة الأمس. أيضا كمان الرباعي منتخب الأولمبي كانوا موجودين النهاردة في التمرين، رمضان صبحي، صلاح محسن، عمار حمدي ومصطفى شوبير، وعلي معلول عادة من تونس بعد أداء مباراة ودية مع منتخب تونس أمام المنتخب الكاميروني، والنهاردة كان موجود في تدريبات النادي الأهلي. عايز أطمنكم على رمضان صبحي، رمضان صبحي جاهز إن شاء الله لمباراة الزمالك. رمضان صبحي النهاردة كان موجود في التدريبات الفريق الجماعية. الجمهور كان قلق شوية بعد إصابة رمضان أو خروجه في مباراة المنتخب الأولمبي أمام المنتخب الجنوب إفريقي اللي أقيمت منذ حوالي 72 ساعة في استاد القاهرة، لكن عايز أطمنكم إن رمضان كان إجهاد خفيف، يعني الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب فضل إن هو يستبدله في نهاية المباراة، وعايز أكد لكم رمضان إن شاء الله جاهز، والنهاردة كان موجود في التدريبات الجماعية
وشارك في المران الجماعي بشكل طيب جدا. ايضا كمان سعد سمير امبارح شارك في المباراه الوديه، عايز اطمنكم على سعد سمير ان شاء الله يكون جاهز كمان لمباراه الزمالك، هيكون موجود مع زملائه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وايمن اشرف. محمود متولي يمكن بنسبه 85% اصبحت جاهزيته او يعني مرحله شفائه، يتبقى فقط حوالي 15%. هل ال 72 ساعه الجايه هتكون كفيله بتجهيزه او اكتمال الشفاء بنسبه 100%؟ ده هتكشفه الايام اللي جايه. لكن خط الدفاع ياسر ابراهيم موجود، رامي ربيعه موجود، سعد سمير موجود، وايمن اشرف كمان موجود، ان شاء الله يكونوا جاهزين لمباراه الزمالك. توماس بينكل مخطط الاحمال جاهز برنامج بدني للاعبين خلال ال 72 ساعه اللي جايه. البرنامج الهدف منه ان يتخلص من حاله الاجهاد العضلي بعد مشاركه اللاعبين في وديه الامس امام الاعلاميين وايضا اللاعبين الدوليين اللي كانوا بيشاركوا في المباريات الاخيره. قدامكم في الصوره كريم ندفت مع الجهاز الفني، بنسبه كبيره طبعا كريم للاسف مش هيكون جاهز لمباراه الزمالك والمرحله الجايه، لسه محتاج شويه وقت كريم عشان يجهز للمرحله الجايه. لكن عايز اطمنكم على محمد محمود، محمد محمود بالامس شارك في المباراه الوديه امام الاعلاميين، ومحمد ظهر بشكل جيد جدا وان شاء الله يكون جاهز للمرحله الجايه. محمد محمود من اللعيبه اللي بنفتقدها بشكل كبير جدا، وعنصر فعال وحيوي هيكون موجود في خط وسط النادي الاهلي في المرحله اللي جايه. حتى المنتخب الاولمبي بينتظر عوده محمد محمود بفارغ الصبر، انه هيكون احد الركائز والعناصر الاساسيه اللي هتكون موجوده في المنتخب الاولمبي ان شاء الله في التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو. مروان محسن واصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتاهيلي على ايام الشمران النهارده، وادى مروان جلسه في الجيم ثم استكمل برنامجه باداء بعض الفقرات البدنيه وتدريبات خفيفه بالكره تحت اشراف طارق عبد العزيز. طبعا مروان كان عنده تعرض كده كسر في عظام الوجه واجرى جراحه، وان شاء الله خلال الساعات الجايه والايام الجايه هيكون في قناع هيكون موجود لمروان عشان يقدر يشارك في التدريبات والمباريات في الفتره الجايه. وليد ازارو بالامس احرز هدف في المباراه الوحيد امام نادي الاعلاميين، والنهارده شارك في تدريبات منفرده على هامش المران الجماعي، وان شاء الله هيكون جاهز ايضا كمان مع صلاح محسن وجيرالدو ومع اغاييه ايضا في المباريات القادمه. النهارده كان في جلسه منفرده لفايلر مع المدرب العام، يعني الحديث عن مكاسب اللي خرج بها الفريق في المباراه الوديه بالامس وجاهزيه اللاعبين اللي شاركوا بالامس: محمود وحيد، محمد هاني، اليو ديانج، حسام عاشور، الشيخ، وليد سليمان، ازارو، صالح جمعه، جيرالدو، علي لطفي. كل هذه العناصر ان شاء الله هتكون موجوده مع اللعيبه الدوليين اللي عادوا للتدريبات النهارده بعد المشاركه في المنتخب الوطني. ديفيد زيزا ده المدرب العام النهارده عقد جلسه مع ريني فايلر عشان الحديث عن الجوانب الفنيه والخططيه وازاي يحضروا بشكل كويس لمباراه الزمالك. محمود متولي زي ما قلت لكم متولي لسه بيواصل برنامجه التاهيلي لما كان عنده اصابه في العضله الخلفيه، كان مزق. الاشعه الاخيره يعني اكدت ان في التئام بنسبه 85%، لكن بالتاكيد ال 72 ساعه الجايه هيتم الكشف على جاهزيه محمود متولي للمرحله اللي جايه. عمرو السوليه جاهز بنسبه 100%، قدامكم في الصوره هو عمرو السوليه في التدريبات الجماعيه وفي مرحلة الجري الخفيف حول الملعب، إن شاء الله هيكون جاهز للمرحلة القادمة. الجهاز الفني فضل بس عدم الدفع بالسولية في مباراة الأمس حرصا على سلامته وعدم المجازفة به في المباراة الودية، خاصة أنه لسه عائد من الإصابة. في برنامج بدني للسولية في المرحلة الحالية لتجهيزه بدنيا للمباريات القادمة ومباراة نادي الزمالك. السولية إن شاء الله هيكون جاهز وهيكون أحد الركائز الأساسية مع حمدي فتحي وحسام عاشور واليو ديانج ان شاء الله في مباراه القمه. الاصابه اللي تعرض لها في مباراه اسوان كان الجزع في الرباط الخارجي للكاحل، لكن ان شاء الله هيكون جاهز لمباراه القمه والمباريات القادمه. قلت لكم الاستعداد لمباراه القمه خلاص يعني تم التجهيز له والتحضير له في المباراه اللي جايه. ان شاء الله في دخول لمعسكر مغلق يوم الجمعه ليله المباراه، ان شاء الله الفريق هيخش معسكر مغلق، والتدريبات في المرحله الجايه هيكون كل يوم الساعه 5 وتدريب الجمعه هيكون الساعه 3 قبل الدخول في معسكر مغلق. طيب لمزيد من التفاصيل بينضم لي على الهاتف زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. كل التحيه ليك زميلي محمد، برحب بيك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. كريم، الصوره العامه في التدريبات النهارده اللي لفت انتباهك اللي شفته في التمرين، التقسيمه الجماعيه، حاله اللاعبين، الجهاز الفني، حديثك مع الجهاز الفني والكابتن سيد، ما رصدته ايضا كمان من جلسه الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين والجهاز قبل بدايه التمرين، كل هذه التفاصيل الصوره عندك انهالنا بشكل كبير، ايه اللي شفته النهارده في ملعب التتش ونطمن الجمهور قبل مباراه القمه ان شاء الله يوم السبت الجاي؟
طبعا يمكن في البدايه حمل اتسردت للتفاصيل بشكل مميز ومفصل جدا، يمكن مش هزود عليك حاجات كثيره، لا يمكن كل الامور اللي انت اتكلمت فيها بالفعل النهارده كانت في التدريب، لكن عايز اتكلم على نقطتين كنت انت لسه بتتكلم فيهم، هو رمضان صبحي وعمرو السولية ياسمين. طبعا عايزين نطمن كل الجماهير وكل متابعي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي على الجاهزيه الفنيه والبدنيه للاعبين. رمضان صبحي النهارده كان متواجد وسريعا كده مثل الفاير، اتكلم معاه سريعا اطمن عليه، يمكن طمنه هو قال له انا شعرت باجهاد بسيط جدا النهارده رمضان جرعه تدريبيه كامله، رغم التدريب النهارده ما كانش فيه قوه شويه، ما كانش فيه جرعات تدريبيه قويه شويه نظرا لعوده لاعبي المنتخب الاولمبي ولاعبي المنتخب الاول وايضا كمان مباراه الاعلاميين امس اللي بشكل كبير جدا يا محمد زي ما انت اتكلمت الراجل وقف على بعض الامور الخاصه باللاعبين، في لاعبين عايزه تزود عندها حاجات كثيره، وده يمكن يعني اللي لمسناه النهارده من حديثه مع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع كابتن سامي قمصان ومع الدكتور عمرو محب المترجم الخاص ليه. الرؤيه كانت واضحه جدا في مباراه الاعلاميين الاخيره، في بعض اللعيبه اثنى على ادائهم بشكل كبير، في بعض اللعيبه قال عايزه نقاط معينه جدا يتكلم فيها او يتم العمل عليها في التدريبات. كابتن محمود الخطيب كعادته وزي ما انت كلمت محمد طبعا رساله بتكون مهمه جدا وتواجده رغم التعب خلال الفترة الماضية، لكن الرسائل كانت مهمة جدا، واللعيبة كمان بقيادة كابتن حسام عاشور في وجود الكابتن محمود الخطيب بيكون الوعد ان شاء الله نحقق كل طموحات النادي الاهلي سواء مباراة الزمالك ومنها لمباراة النجم الساحلي. حالة مطمئنة محمد وحالة اللعيبة المعنوية مركزة بشكل كبير، الفصل التام كالعادة بالخبرات اللي موجودة، فصل تام بعيدا عن أي أحاديث جانبية لمباراة تواجدها لعبها من عدم، وكل التركيز في التدريبات فقط في إسعاد جمهور النادي الأهلي. إن شاء الله محمد زي ما أنت أيضا ذكرت يوم السبت بإذن الله مباراة تقام في ميعادها، النادي الأهلي ما عندوش أي اعتراض في القاهرة أو في برج العرب، لكن نلتزم بجدول الدوري العام عشان الجدول يمكن موضوع بشكل مميز جدا، وإن شاء الله مع استمرار الجدول بالشكل المظبوط المباراة في ميعادها مش هنشوف أي أمور خارجة أيضا تعوق مسيرة الدوري العام اللي بنعمل أن يكون مميز سواء للنادي الاهلي او كل الفرق المصريه. طيب كريم النهارده انت كنت موجود في التمرين واكيد شفت اللعيبه الدوليه لما كانت انضمت للتدريبات. هل بخلاف رمضان صبحي الكل شارك في المران الجماعي في تقسيمه ولا كان الجهاز الفني فضل بس ان يكون اللعيبه الدوليين محتاجين راحه او النهارده استشفى بعد العوده من المباريات الدوليه في المنتخبات الوطنيه؟ يمكن بالظبط يا محمد، يعني اكثر من كان التدريب النهارده ريكفري لكافه اللاعبين، يعني كمان انا عايز اكد على وليد ازارو النهارده، وليد ازارو لم يشارك في التدريب الجماعي نهائي، لان وليد ازارو وياسر ابراهيم واحمد الشيخ بالتحديد خدوا مباراه الاعلاميين كامله، فالنهارده كان في تفضيل ان ما يكونش في جرعه تدريبيه قويه لوليد والشيخ وياسر ابراهيم وايضا كمان للاعبين من المنتخب. كل اللعيبه طبعا يعني لسه في الاربع والخميس والجمعه هيكون في تدريب، فيمكن مستر فاينر كالعاده بيحاول ان هو يدي بعض الراحه للاعبي النادي الاهلي، كان في تدريب بسيط ليهم عباره عن مربعات وجري خفيف وكله تدريبات اطالات طبعا مع مخطط الاحمال، لكن التدريب القويه والتقسيمه القويه اللي بتكون في نهايه المران في العاده هي يعني مشارك فيها لاعبينا الدوليين سواء المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، التفضيل طبعا للراحه لان الاجهاد، يعني رمضان كان عنده اجهاد فما كانش ينفع ان هو يكون متواجد النهارده، وبعض اللاعبين المجهود الكبير اللي بذلوه خلال الايام الماضيه كانت رؤيه اكيد فنيه طيبه وطبيه طيبه جدا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي، يكون في بعض اللعيبه ما تشاركش النهارده في التدريب بقوه على امل ان هم يشاركوا في تدريب الغد، زي ما انت اكدت كمان يا محمد التدريبات كلها تكون في الخميس حتى يوم الجمعه لان يختلف الميعاد، ومنها ان شاء الله نشوف النادي الاهلي يكون في احد الفنادق قريبه من استاد القاهره ولا يكون متواجد في احد الفنادق القريبه في برج العرب. طيب حاجه متعلقه بملف الاصابات، مروان محسن بيشارك في المران الجماعي كريم ولا في تحفظ في المشاركه الجماعيه نتيجه لسه القناع الوجه اللي يكون موجود معاه في الفتره اللي جايه؟ بالظبط يا محمد، لا يمكن مروان ما بيشاركش خالص في اي تدريبات من جماعيه او تدريبات كره، وحرص كبير جدا على مروان لان لسه طبعا اي حاجه او اي كدمه او اي كوره يمكن تكون نشاط من اي لعيب في الملعب تيجي تخش وتاثر عليه بشكل كبير جدا، ففي حرص كبير من الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان مروان محسن ما يكونش مشارك في اي تدريبات تكون فيها التحامات، تدريبات يكون فيها اشتراكات، كل التدريبات الخاصه بمروان تدريبات فرديه، تدريبات في الجيم، سبرنتات، كلها حاجات بعيدا طبعا عن الكره، تدريبات بالكره ايضا لكن كلها تدريبات فرديه، ان شاء الله اكيد مع وصوله للقناع وارتدائه بس يتعود عليه، يمكن سالنا ان القناع ده قال يعني هيسبب قلق شويه لمروان او مزعج شويه في لبسه كده، لكن ان شاء الله باذن الله يعود من سريع لمروان يعني ما يلبسش القناع ده فتره طويله ويشارك ان شاء الله مع النادي الاهلي، لكن بكلم لك محمد تدريبات فرديه لمروان محسن خلال الايام الماضيه والايام القادمه ان شاء الله. قائمه الاصابات يا كريم اخر سؤال، خلاص انحصرت في الثلاثي محمود متولي كريم نيفيد يعني نقدر نقول مروان محسن اللي ما بيشاركش في المران الجماعي، الحمد لله الصفوف مكتمله بخلاف الثلاثي بس.
يمكن هو محمود بن متولي وكريم ماند بالفعل كله بيأدي التدريبات التاهيليه. محمود متولي ماشي في مراحل متقدمه جدا في التاهيل الخاص بالعضله الخلفيه، وايضا كمان كريم ماند النهارده كان متواجد بيأدي التدريبات. يعني الحمد لله محمد كانت فتره صعبه خلال الفتره اللي فاتت، الاصابات كانت كثيره جدا مع توالي المباريات من تدريب ازمه الفريق لنادي الاهلي، لكن يعني محمد محمود ايضا كمان اللي شارك في مباراه العالمين عاد من جديد، سعد سمير دخل بكل قوه، ان شاء الله باذن الله الايام القادمه لعيبتنا تعود من جديد، ما يبقاش عندنا اي اصابات، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والاطلاله من ملعب مختار التتش والحديث عن استعدادات النادي الاهلي للمرحله القادمه. شكرا جزيلا كريم. طبعا يعني نقدر نقول عنوان رئيسي لكل هذه الاحداث، صفوف النادي الاهلي ان شاء الله شبه مكتمله قبل مباراه القمه امام نادي الزمالك يوم السبت القادم. رؤيه فنيه هتكون لريني فايلر، يقدر يشوف بقى العناصر اللي بتشارك في هذه المباراه، والحمد لله نقدر نقول عندنا فرقتين مش فرقه واحده. نمسك الخشب، الحمد لله فرقه النادي الاهلي السنه دي فيها امكانيات وفيها لاعبين على اعلى مستوى. بنتكلم في مركز واحد، في عندك ثلاث لعيبه هتبقى محتار تبدا بمين، عندك قفشه، محمد محمود، عندك صالح جمعه، عندك كمان وليد سليمان، عندك في الاطراف في احمد الشيخ، في جيرالدو، في جونيور اجاي، في حسين الشحات، رمضان صبحي في راس الحربة، عندك صلاح محسن، عندك وليد ازارو نص الملعب، حمدي فتحي. يعني حمدي فتحي احنا بنعتبر السنه دي ان شاء الله هتكون انطلاقه وبدايه قويه جدا لحمدي فتحي مع النادي الاهلي والمنتخب الوطني ايضا في المرحله اللي جايه. حسام عاشور كابتن الفريق، اليو ديانج الدبابه نجم خط وسط منتخب مالي في وسط النادي الاهلي، ايضا كمان عمرو السوليه نجم كبير ان شاء الله باذن الله يكون جاهز لمباراه القمه. خط الدفاع يمكن غياب محمود متولي، لكن في ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، يعني كل لعيبه ان شاء الله، سعد سمير ايضا كمان الحمد لله على السلامه بعد الاصابه طويله جدا، ان شاء الله يكون موجود في المراحل الجايه. خط الدفاع الناحيه اليمنى احمد فتحي، ايضا كمان عندك محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، كرامي، علي لطفي الشناوي، الحمد لله الفرقه كلها تكون جاهزه لمباراه القمه. اختم بخبر مهم جدا متعلق بتصريح للكابتن نادر شوقي رئيس الشركه المسؤوله عن اداره نادي الجونه في الفتره الحاليه. قال النهارده تصريح مهم جدا، قال الجونه مستعد لاستضافه القمه وهذا طلبنا حال تاجيلها. في تصريحات للكابتن نادر شوقي رئيس الشركه المسؤوله عن اداره نادي الجونه، قال انه بيرفض مواجهه الاهلي الاسبوع المقبل حال تم تاجيل مباراه القمه. وعرض نادر شوقي فكره اقامه مباراه القمه على ملعب الجونه حال كانت الازمه في ملعب المباراه. وقال نادر شوقي في تصريحاته اطالب بتاجيل مباراتنا امام الاهلي وتغيير موعد مواجهتنا امام فريق اف سي مصر الى يوم 19 اذا تم تاجيل مباراه القمه. واضاف لماذا تكون هناك افضليه للاهلي بالراحه اسبوع اكثر مع ضغط مبارياتنا وارهاق لاعبينا من التوقف الدولي، لدينا خمس لاعبين في المنتخب الاولمبي. وعن عرضه اوضح نادر شوقي اذا تم اتخاذ قرار نهائي بتاجيل مباراه القمه نطالب ان تقام مباراتنا امام فريق اف سي مصر يوم 19 من اجل الحصول على قدر من الراحه في ظل عوده اللاعبين من المنتخب الاولمبي وتم تاجيل مواجهتنا مع النادي الاهلي لموعد لاحق في الفتره القادمه. نادي الجونه عنده مباراه مع نادي اف سي مصر بعد غد ان شاء الله عصر الخميس ضمن مباريات الجوله الرابعه من الدوري المصري. نادر شوقي بصفته رئيس الشركه المسؤول عن اداره نادي الجونه في حال تاجيل مباراه القمه، وطبعا ده يعني بنسبه كبيره طبعا مش هيحصل، يعني في حال تاجيل المباراه قال بدل ملعب الخميس طب العب السبت عشان يكون في مساحه زمنيه كويسه، اقدر لعيبه اللي كانوا في المنتخب الاولمبي وحوالي خمس لاعبين ياخدوا مساحه زمنيه كويسه في الراحه، وفي نفس الوقت اخد نفس المساحه الزمنيه لما اجي العب بالنادي الاهلي بعدها بخمس ايام بعد يوم 19. وقال اتكلم بقى عن فكره السفر من القاهره ثم العوده للجونه ثم العوده للجونه مره اخرى عشان يلعب مباراه النادي الاهلي بعد المباراتين القادمتين. قال الموسم الماضي مش عايزين نكرر نفس اللي حصل في الموسم الماضي، ولازم المسابقه يكون فيها عدل وتكافؤ فرص منذ بدايتها. طبعا من المقرر نادي الجونه يستضيف النادي الاهلي يوم 23 اكتوبر الجاري ضمن مباريات الجوله الخامسه، هتكون مباراه على ملعب نادي الجونه الساعه 5:30، خاصه ان ملعب نادي الجونه خلاص اصبح من الملاعب المضاءه وفي اضواء كاشفه، فمفيش مشكله في فكره ان المباراه تقام في الفتره المسائيه او في فتره بعد الظهيره، عكس الظروف اللي كان فيها النادي الاهلي ملاعب نادي اسوان الساعه 3 العصر في اسوان في درجه حراره اكتر من حوالي 45 درجه مئويه ورطوبه عاليه جدا. كمان نادر شوقي في تصريحه قال عن رفض بعض الملاعب استضافه المباراه، هو بيتكلم هنا عن مباراه القمه يعني. قال نادر شوقي والتصريح على لسانه، اذا كان هناك مشكله في الملاعب مستعدون لاستضافه مباراه القمه على ملعب نادي الجونه. وشدد ملعب الجونه استضاف مباراه القمه قبل ذلك اكثر من مره، والان وضع الملعب افضل وهناك اضواء كاشفه
ولا توجد أي مشكلة من الناحية الأمنية. إذا كانت تلك هي الأزمة أتمنى أن يخاطبنا اتحاد الكرة من أجل استضافة المباراة ونحن مستعدون لذلك. وأتم نادر شوقي تصريحاته: هذا ليس حق فريق الجونة فقط ولكنه حق كل الأندية الأخرى. لماذا يتم ضغط الفرق وتعطي فريقي الأهلي والزمالك أفضلية؟ طبعا هو كل واحد بيتكلم عن مصلحة فريقه، بيتكلم عن الموسم السنة دي، خايف من البداية أن يتكرر نفس اللي حصل السنة اللي فاتت. فمجرد بس ما في كلام طلع أو تسريبات ليست تصريحات رسمية وليست معلومة رسمية، هي معلومة قيلت لهدف ما، يعني الناس هتعرف أسبابها خلال الساعات الجاية لما تعرف المباراة راحت برج العرب ليه. لكن بشكل عام يعني كلام نادر شوقي رايح في سكة أن أي فرصة لتأجيل أي مباراة أو نقل مباراة من ملعب لآخر لازم كل الأندية تتكاتف لإقامة المسابقة، وأن الكل يكون جاهز أن يستضيف المباريات في الفترة الجاية، وأن الكل يكون على أتم الاستعداد لاستضافة مباريات الفترة الجاية عشان ما يكونش فيه فرصة لتأجيل أي مباراة أو تأخير أي مباراة أو ترحيل أي مباراة من ملعب لآخر. فكرة تصريحات نادر شوقي، احنا حاولنا أن يكون معانا نادر في على التليفون عشان نعرف منه التفاصيل والأسباب اللي دعت لي هذا التصريح، لكن هو عايز يوصل في النهاية أنه مش عايز يقرر نفس اللي حصل الموسم الماضي، وأنه كان موسم استثنائي نتيجة تأجيل مباريات أو ترحيل مباريات من ملعب لآخر. هي دي وجهة نظره في تصريحاته. وفي حتى أندية أخرى اتكلمت في تصريحاتها أن لو في تأجيل لأي مباراة يبقى المباريات التانية تتأجل. فالكل واضح من البداية كده أن عايز الدوري يكون منتظم، وأن الدوري يكون بمواعيد ثابتة وما يكونش فيه تأجيل لأي مباراة بأي حال من الأحوال. وإذا كانت هناك فرصة لنقل مباراة من ملعب لآخر لظرف أمني ما، الكل ما عندوش أي مانع، بس بشرط المباراة تقام في موعدها وإن ما فيش مشكلة مباراة تتنقل من ملاعب لملاعب أخرى طالما المباراة هتتلعب في توقيتها. وده مهم جدا عشان الموسم صعب والموسم طويل ولسه عندنا مرحلة الدور الثاني، محدش عارف لسه مواعيد الدور الثاني امتى. ومهم جدا واحنا نبدأ الموسم ان تكون المباريات كلها في توقيتاتها محددة وملاعبها معروفة، والموسم يكون مواعيده ثابتة ومفيش تأجيل لأي مباراة، والكل يلعب وان الكل يشارك في المسابقة. وايا كانت الظروف اللي انت تعرض لها العب وشارك، محدش يبقى عارف ظروف المباراة ايه، العب وشارك ايا كانت الظروف اللي عندك العب. المهم ان مفيش اي مباراة تتأجل عشان الدوري يكون منتظم زي اي دوري في العالم. والكل دلوقتي بنشوف كل الدوريات العالم بتتلعب بالثانية، الدوريات كلها محسوبة بالثانية، بتظبط الساعة على بداية المباراة عشان تبقى عارف الساعة 7 على بداية المباراة تظبط ساعتك على بداية المباراة. كل دوريات العالم كلها ماشية بالشكل ده. فبالتالي الدوري المصري الفترة الجاية محتاجين ان شاء الله نستمر بهذا الشكل في المرحلة اللي جاية. دي كانت فقرة الأخبار، فقرة الانترو، قدر إن كان حاولنا نقرب لكم الصورة شوية بالنسبة للكرة المصرية وما يدور في الكرة المصرية، وأيضا استعدادات النادي الأهلي لمباراة القمة يوم السبت القادم أمام نادي الزمالك. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل في ضيافتنا في الفقرة الحوارية الأولى الكابتن محمد الزيات مدافع النادي الأهلي الأسبق ومدافع نادي إنبي، وحديث شامل عن الكرة المصرية وأيضا عن مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت القادم. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني فيها الكابتن محمد الزيات مدافع النادي الاهلي ومدافع نادي ام بي الاسبق. كابتن محمد ازيك واهلا بيك. اهلا وسهلا بيك سعيد. اهلا وسهلا. طبعا بقالنا كتير ما تقابلناش، لكن الفتره الاخيره انت كنت مختفي شويه. يعني بتحضر بقى انتقالات الصيف الفتره الاخيره. يمكن برضه عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، كابتن محمد الزيات من الناس اللي مهتمه جدا بفكره وكلاء اللاعبين وبيشتغل في هذا المجال من فتره طويله جدا، وليه اسلوب مختلف لانه دايما بيروح لمنطقه شرق اسيا وبيروح لاسيا اكتر، مش موجود اكتر في الدوري المصري. يعني دايما ليه توجهات كده في فكره المدربين اللي موجودين في اسيا او حتى في افريقيا، وبعيد شويه عن المجال في الدوري المصري، ليه اهداف بعيده شويه وشغال في هذا المجال بشكل متميز. رحت انت المدرسه فعلا. بعيده ومنطقه بعيده فعلا. لا وشغال الحمد لله في مصر برضه، بس بره اكتر، وهتسمع ان شاء الله قريب على ممكن لعيبه صغيره تطلع بره مصر ان شاء الله باذن الله. يكون في كوادر الفتره الجايه تلعب في دوريات كويسه ان شاء الله. يحصل ان شاء الله. طيب في كذا موضوع كده وربنا ان شاء الله يكرم ان شاء الله. الشغل في اسيا اسهل من افريقيا؟ هو الشغل في كل حته بيعتمد على المنتج اللي في ايديك. هو في الشغل سهل وشغل صعب، في اماكن فيها الشغل صعب بحكم انت عارف المواضيع اللي جوه الانديه. لكن في اماكن بيبصوا للمنتج اللي في ايديك، لو منتج كويس هيبصوا له هيقدروه، بالذات في اوروبا. اوروبا بيقدروا جدا لو معاك حاجه كويسه. طيب ايه اكتر حاجه افتقدتها اول ما خرجت من النادي الاهلي؟ افتقدت طبعا حاجات كتير قوي، افتقدت روح جماعه. طبعا كان معاك تيم كامل
بتكلموا بعض وتشوفوا بعض كل يوم. فكرنا كده بالجيل مثلا. انا جيل بالظبط السنه لعبت في 4 فرق. ما انت اول ما اتصعدت من الشباب كان جيل، كان جيل معايا في الاهلي كان طبعا هقول كابتن وهقول اسامي يعني كلهم كباتن طبعا فوق دماغي. ولي صلاح الدين، هادي خشبه، ياسر ريان، طبعا كان معايا لعبه كتير صغيره. كان امير صغير ساعتها، حسام غالي، رضا شحاته، احمد مسلم، حسين امين، محمد جوده، كتير كتير كتير. هادي خشبه طبعا، كابتن هادي خشبه طبعا، علي ماهر تمام، تشيرنو طبعا كان لسه جاي من القناه كان مكسر الدنيا، كابتن عصام حضري طبعا. الجيل اللي هو بتاع 2000 لغايه 2003 او 2004 كنت انت ساعتها لسه قاعد من فريق الشباب. قعدت طول المده دي موجود في الفريق الاول. فلو قعدت اقول لك اسامي كتير. الجيل اللي بعديه بقى، ما جه بعد كده ايفيلينو وجيلبرتو، وبعد كده جه اسمه فيلافيو. انا جيت، انا مشيت من الاهلي وكان كابتن ابو تريكه لسه جاي يناير 2004. قعدنا 6 شهور مع بعض، وكده قبل ما امشي كان كابتن مركات جه بقى وعماد النحاس ورامي عادل انضموا معانا في التدريبات عادي خالص، بس كانوا هيشاركوا في اول الموسم اللي بعديه. بس كان حظك سيء في الـ4 سنين اللي طلعتهم في الفريق الاول من بدايه 99 2000 لغايه 2004. لعبت والحمد لله لعبت في الاول وطلعت طلعه كويسه جدا، بس الاصابات هي اللي عطلتك. اصبت وكمان احنا كان عندنا يعني موضوع غريب شويه على سننا. انا كنت في منتخب الشباب، فكان منتخب الشباب معسكر دايم طول الوقت. يعني احنا بندخل النادي طول السنه، بنروح على النادي في ماتشات الرسميه او ماتشات اللي هي السن بتاعك وترجع تاني المعسكر بتاع المنتخب. ففي فرقه كبيره زي الاهلي انت مش موجود، في غيرك موجود هيركب وهيلعب مش هيستنوك. انا لو كنت موجود في دفاعتها في الفريق الاول كنت ممكن اشارك بصفه اكتر، بس طبعا المنتخب كان ساعتها بيشارك في، كنا هنشارك في كاس الامم وخدناها الحمد لله، ورحنا لعبنا بقى كاس عالم. كنت ساعتها مع الكابتن حسن شحاته. كنت اسماعيل يوسف. كابتن اسماعيل يوسف الجيل الاول كان موجود 2003 2001 ومن اول 2000 لغايه 2003. 2000 2003 كان انتهت بكاس العالم في الامارات. فعلا طلعنا خسرنا من الارجنتين بالهدف الذهبي. كان جيل جامد يعني. طيب ايه اللي افتقدته بقى في الاهلي لما خرجت؟ انت قلت لي روح الفريق، روح الجماعه بتاعت الفريق. الاهلي فيه حاجات كتير قوي صعب تلاقيها في اي نادي، بس انا برضو دخلت منظومه شبيهه للاهلي، لان كان تقريبا اللي بيعمل كل حاجه وقتها كان الكابتن علاء ابو صدق. انسان يعني كان عامل منظومه محترمه في نادي انبي. طبعا الاهلي كان حاجه سيستم تاني خالص غير اي نادي في مصر. عايزين نوجه للكابتن علاء عبد الصادق واجب التعزيه للنهارده، البقاء والدوام لله، عزاء والده الكابتن علاء عبد الصادق. عايز اوجه له واجب التعزيه يعني البقاء لله يا كابتن علاء، وربنا يرحم الوالده وباذن الله تكون اخر الاحزان ان شاء الله بالنسبه للعائله وللكابتن علاء عبد الصادق. كابتن علاء عبد الصادق من انظف الشخصيات اللي اتعاملت معاها في حياتي. في حياتي يعني كان مدير كوره تحس ان هو اخوك كبير، من قبل ما تتكلم بيكون هو عايز يعمل لك الحاجه اللي في دماغك. عكس دلوقتي بتلاقي في خناقات وانا عايز وعايز، لا خالص. كابتن علاء كان قافل على الفرقه 5 سنين في انبي، محدش يعرف عنها حاجه، وبنعمل وخدنا بطولات ووصلنا نهائيات وخدنا تاني دوري وتالت دوري ورا بعض. البقاء والدوام لله للكابتن علاء صدق. طيب الفتره الاخيره بقى انت بتتفرج على الكره المصريه وشايف المدافعين في الدوري المصري، ايه الاختلاف؟ ايه الفرق؟ يعني انت بتكلمنا على الجيل لما طلعت الفريق الاول كان معاك كابتن هادي خشبه وكان معاك نجوم موجودين في الفريق الاول. دلوقتي ايه الفرق بين المدافعين دلوقتي عن المدافعين زمان؟ الالتزام الخططي والتكتيك طبعا اتغير تماما. يعني نوع التدريبات بقى فيه في كل فرقه محلل فني بيدرس الفرقه اللي قصاده. الكره اتطورت، والكره اتطورت خلي بالك بره، وقلت لك الحلقه اللي فاتت عن مصر كتير. شفت ماتش جنوب افريقيا الودي بتاع المنتخب الاولمبي؟ اكيد طبعا. الفرقه مش شايف فيها حد مثلا بيلعب بره في اوروبا او مكسر الدنيا غير بكماني مثلا او اثنين معاه. عشان بيلعب في الاهلي او كان موجود في الاهلي. اثنين ثلاثه كويسين بس. بس المنتخب عنده التزام تكتيكي وخططي مش طبيعي. جنوب افريقيا كلها بقت كده، حتى ماتش جنوب افريقيا مع منتخب مصر اللي خلص 1-0 ليهم في بطوله الامم. هم ماسكين مننا الملعب. مع ان احنا احسن منهم في الافراد. بس هم عندهم الجزء الخططي بقى وتطور فيه بشكل كبير. بقى عالي قوي. اديك شايف صن داونز بقى عامل ازاي في البطوله الافريقيه. فرقه كويسه وماسكه نفسها، مهما يمشي منها لعيبه او يجي لعيبه فرقه كويسه بتوصل. فده الفرق بيننا وبين اي مكان بره بالذات في اوروبا. الالتزام الخططي والتكتيك وتطور في الاهتمام بكل النواحي اللي شامله الكوره متاخر شويه في مصر. متأخر شوية في مصر. طبعا.
لا طبعا. المدافعين زمان اللي كنتوا بتلعبوا برضه كان في جزء خططي وتكتيك من الجهاز الفني كان بيديكوا تعليمات فيه، بس كانت عندكم اريحيه اكتر في التحرك وفي التحرر، حتى في التحرك من الدفاع للهجوم؟ لا لا خالص، لان كنا خلاص دخلت 4-4-2 مصر، فما عادش في التحرر ده. بس الاول كان 3-5-2، فكان ممكن الليبرو يزيد شويه، كان ممكن مساك من الاثنين لو هو حريف او عنده الملكه يزيد شويه زي ابراهيم سعيد زمان، او كان هو اكتر واحد ادى الستايل المكان ده بالظبط. ابراهيم كان، وحتى كابتن هادي خشوه كان برضه بيزيد نفس الموضوع. لكن دلوقتي ما اظنش، دلوقتي لو انت لو المدافع طلع لازم حد يغطي وراه بسرعه، يا اما المكان ده هيتضرب زي ما جون جنوب افريقيا بالظبط. محمود معرض ان هو يطلع، محمود معرض ان هو ياخد كره ويزيد، كان المفروض حد من نص الملعب يغطي مكانه، ما حصلش الكلام ده. كانت دي الثغره اللي دخل منها جون جنوب افريقيا في امم افريقيا في مصر. وانت مدافع كنت بتميل اكتر للمساك ولا الليبرو؟ لا المساك. المساك بس وجود ليبرو في ظهرك اريحيه غير طبيعيه. اه طبعا، اه طبعا. عكس دلوقتي، دلوقتي منك لل يعني اللي يفلت منك للجول على طول. لازم يكون في تغطيه عكسيه من الطرفين حسب ميل الكره، يعني الكره ناحيه الشمال لازم الباك رايت ده يبقى هو الليبرو، او المساك التاني هو الليبرو التاني مش اللي ورايا. هي بتبقى كده زي لو حد تقدم التاني يرجع خطوه كده بالظبط. يرجع خطوه لورا. ساعات برضه بيبقى في سرحان في الملعب، بيبقى في تعب، بتلاقي في اخطاء تركيه. تابعت اداء النادي الاهلي في الفتره الحاليه. بدا الدوري بتسع نقاط بثلاث مباريات، شايف البدايه ازاي؟ بدايه مبهره، بدايه مبهره. بس انا مش عايز الناس ايه برضه تتخدع في البدايه دي. ده احنا قلناها، احنا بنقول حتى لجمهورنا في كل حلقه. لسه الموسم طويل. هي بدايه مبهره فعلا، واحنا ما كناش نتخيل الاهلي يأدي بالمتعه دي. لكن لسه الدوري طويل. وميزه الاهلي ان هو دايما لما اللي بيطمني انا ان هو لما بيقع بيقوم على طول، عكس فرقه تانية. في فرقه تانية لو جات لها وقعه تطول في وقعه عشان بتطول. دي كلمه عم حارس الكلمه الشهيره، فاكرها؟ الاهلي لو وقع ليه 1000 اوفر. الموسم اللي فات احنا كنا الاخير صح، وناس كتير فرحت ان احنا الاخير، خدنا الدوري والاخير. اقسم لك بالله اي فرقه مكان الاهلي، اي فرقه مكان الاهلي في الـ في الـ في الـ في القصه دي ما هتقوم، مش هتقوم. فيها مشكله، لكن الروح جوه الاهلي مختلفه. ما طلعش تصريح جوه الاهلي للعيب بيطالب مستحقاته مثلا، او ما حصلش خناقه مثلا في الفرقه والفرقه فكت مقفول عليها حتى بعد الخساره، وبعد ما يبقى في ضغط جماهيري ان المدرب يمشي، ما كانوش بيمشوا المدرب، كانوا بيسيبوا، ما فيش حد بيطلع تصريح خالص. ده خلى في استقرار جوه الفريق، خلى في احترام للعيبه للمدرب، مش خسرت النهارده ده ممكن يمشي، لا في احترام، في سيستم في النادي الاهلي. طيب الشكل الفني اللي بادئ بيه الاهلي الموسم ده السنه دي بتقيمه ازاي او بتحلله ازاي؟ يعني عايز اسمع تحليلك بقى كلاعب كوره وليه خبرات في الملعب، شايف الشكل الفني اللي الاهلي بادئ بيه السنه دي ازاي؟ هو السنه لسه طويله. بس هو البدايه لغايه دلوقتي ما لعبناش فرقه هنقول عليها ند. انا كنت متوقع ان ممكن الانتاج الحربي كان يبقى ند. الانتاج الحربي من الفرق ماشيه كويس جدا فتره الاعداد، بس الماتش كان الاهلي فاجئ فيه جدا وكان عالمي فيه جدا. عندك سموحه، فريق سموحه فرقه قويه جدا، وفرقه سموحه كسبت الزمالك في السوبر. بس الزمالك في السوبر انت في عندك شوط تاني عيوب، بس برضه ظهرت عشان الاثنين بتوع القلب اتغيروا، الاصابات الاضطراريه او اللي بالظبط فعلا. بس في الاخر برضه اخر ربع ساعه او ثلث ساعه لياقه الفرقه كلها نزلت، الزمالك لسه بدايه الموسم. فطبيعي، انا بقول لك الموسم لسه طويل. الميزه اللي عندك حاليا فوارق فرديه، عندك اتنين فريقين او ثلاثه فريقين فرديا وفاهمين بعض، وهو ده اللي كان بيحصل لما كان عبد الله السعيد موجود قبل ما يمشي. عبد الله السعيد كان ماشي كويس مع المجموعه اللي قدام، لما مشي بدات الموضوع ايه عشان ما فيش انسجام. لكن دلوقتي في عندك رمضان صبحي، انت عندك حلول كتير دلوقتي ما شاء الله. فايق جدا حسين الشحات، فايلر حط اجاي فيرود، ده كان مفاجاه من المفاجات، وبسم الله ما شاء الله مشي فيها كويس قوي. مظبوط، وفعلا انت كنت تفتقد الفيرود اللي عنده مهاره، اللي عنده لمسه. ازارو كان حريف، ازارو كان سريع لكن ما كانش حريف، ازارو يفيدك في السرعات لكن ما كانش حريف، وبيهدي فرص سهله. اجي لا اجي ممكن يجي له فرصتين يحط واحده، على الاقل ممكن يجي له ثلاثه يحط واحده. قصدك عناصر بتكمل بعضها؟ وفاهمين بعض، بدات الجماعيه في النادي الاهلي تظهر شويه. طيب مباراه الزمالك اللي جايه هي مباراه ليها حسابات خاصه اكيد. اولا ليك يعني فرصه انك شاركت مع الاهلي قدام الزمالك ولا ما كانش ليك حظ؟ لا لعبت كتير. لعبت كتير. تتذكر ابرز مباراه القمه بالنسبه لك؟
لا انا في مباراه كنت هلعبها بس كنت مع منتخب الشباب ساعتها في المغرب. احكي لي. طيب ليه 6-1؟ الستة واحد كنت هتلعب موجود المباراه دي؟ كنت العبها 6-1. والله العظيم كنت العب الاسماعيلي كمان. طب لا احكي لي، احكي لي تفاصيلها يعني، اكيد جوزيه محضرها يكلمك. لا لا كنت في المنتخب. فكان في ماتشين هتلعبوا تقريبا، انا والله مش متذكر قوي، بس هم كلموا كابتن حسن وكلموا كابتن اسماعيل، المفروض انا كنت مسافر. بعد كده الموضوع وقف، هم قالوا لي حضر نفسك انت هتلعب ماتش. لا يا ربي، كان مش الزمالك، كان المحله في المحله. المحله في المحله اللي هو ضاع مننا الدوري فيه، ده اخر ماتش في الدوري، لان الزمالك والاسماعيلي كانوا ورا بعض تقريبا. ما كانش اخر ماتش في الدوري، كان لسه في ماتش بعديها تقريبا. هو ده الماتش اللي خسرنا الدوري، لان احنا خسرنا فيه بنطين. فكنت العب الماتش ده ونزلوني، نزلت بس جيت لغايه الاوضه كنت لسه جاي من السفر، فهم فضلوا لا قال لك لسه جاي من ما لحقش. لعبوا تقريبا مش فاكر والله، ماتش من زمان قوي، لكن ماتش 6-1 وقت ماتش معلق معايا طبعا، لان احنا كنا في المنتخب ساعتها. كنا في المغرب، فكنا مقسومين اثنين معسكر منتخب الشباب ساعتها. مقسومين في اوضتين، اوضه الاهلاويه واوضه الزمالكاويه. والكابتن حسن للامانه راجل فير جدا ومحترم جدا. حسن شحاتة من الناس قلبه ابيض. زملكاوي، شخصية جميلة زملكاوي، لكن قلبه ابيض يعني، عمره ما يشيل من حد عشان هو اهلاوي او كلام. فاحنا بقى لما كان ماتش الاهلي والزمالك قلبنا الدنيا. كنت كان مين ساعتها معاك في الفرقة؟ ومتعب وشفيق رامي وعلي صقر، وكان معانا حد، وكان محمد شعلان وواحد وفيليكس. بس اللي كان قاعد في الاوضه ساعتها كنت انا وعلي صقر ومتعب وشفيق رامي. تمام. كنا قاعدين في الاوضه فيها. فيعني قلبنا الدنيا شويه، وكان حصل مشاكل وصوتنا طلع بره يعني وجه حد من المنتخب. كنت في معسكر فين ساعتها؟ كنت في معسكر فين؟ المغرب. كنت في المغرب ساعتها؟ لعبنا المغرب 3 ماتشين ساعتها. يعني كانت ايام جميله الحمد لله. بس هو ماتش 6-1 ده معلق مع مصر كلها مش معايا انا اكيد. طيب ده ما حدش كان مصدق اللي بيحصل. في مباراه انت لعبتها ثانيه اهلي وزمالك؟ اتحطيت احتياطي، لكن لعبت ناشئين كتير. ناشئين يعني، لكن فريق اول؟ لا لا احتياطي بس. احساس اللاعب في مباريات كبيره زي دي بيبقى عامل ازاي؟ يعني انت دخلت معسكر. بص، اللعيب اللي بيخش النادي الاهلي اي ماتش بالنسبه له هو ماتش كبير. ده حقيقي. والله مش مثلا زمالك او لا، النادي الاهلي انت الحركه محسوب عليك. الاهلي بيدي المنافس حقه وبيدي المباراه اهميتها ايا كان مين اللي هيلعبه. كل ماتش انت بتتفرج عليه جماهيرك. صح. يعني الجماهير بتاعت النادي الاهلي بتموت في حاجه اسمها النادي الاهلي. فماتش الزمالك كلاعب كوره هو الثبات الانفعالي. ماتش مثلا انتاج او مصري او اسماعيلي او الثبات الانفعالي. وده اللي بيفرق اوقات كتيره جدا. الاهلي بيبقى وحش وبيجي قدام الزمالك بيعمل نتيجه حتى هو وحش. المباراه بيقول لك لها حسابات خاصه. لان زي ما بقول لك الاهلي بيبقى عنده ثبات انفعالي. لعيبه الاهلي عندها احساس مش عايز اقول كلمه كبيره شويه، بقيمه المباراه واهميتها لدى الجمهور، بقيمه الاهلي، بقيمه نفسه. ان هو قادر يكسب وان هو قادر يفرح الجماهير وهو متعود على المكسب. هل التاريخ بيبقى ليه دور في استعداد اللاعبين ذهنيا ونفسيا للمباراه؟ اكيد بيديك ثقه. بيديك ثقه طبعا طبعا. انت عشت الاجواء بقى، كنت جوه فرقه الاهلي وعارف التفاصيل الصغيره ديت. طبعا. انت بتنزل الماتش ما قدامكش غير حاجه واحده بس، تكسب. وانت عارف من جواك ان اللي قدامك حاسس ان انت تكسب. يعني هو حاسس ان انت بنسبه كبيره هتكسب. فبتديك دفعه. طبعا. انا ليا اصدقاء زملكاويه كتير. يعني حتى واحنا لاعبين كوره نفسيا احنا اعلى. نفسيا انا بكلمك بصراحه. انا ليا اصدقاء زملكاويه كتير ومدربين فوق دماغي. بس كل الناس عارفه الكلام ده. نفسيا حتى الاهلي السنه اللي فاتت لما كان فرقه طب وساسي في خدنا الدوري. طيب لاعب الكوره بيفكر ازاي في مباراه قمه زي ديت؟ يعني المباراه لاول مره من فتره طويله جدا تكون في الاسبوع الرابع في الدوري. هل في حساباتها مع اللعيبه بتختلف لو انها مباراه في اخر الدور الاول او في نهايه الدوري؟ اكيد. بمعنى المدربين الاثنين بيبقوا داخلين الماتش مش عايزين يخسروا. ودي بتبقاش حلوه، بيبقى لازم مدرب يبقى فيه جرأه شويه. والاثنين مدربين انا شايفهم كويسين، والاثنين هيلعبوا جيم مش مقفول زي اول السنه اللي فاتت. لو تفتكر الجيم اللي كان في المطر، ده ماتش كان مقفول. الماتش ده ما يتحسبش. كان مقفول. الماتش ده مش موجود اساسا. الاثنين كانوا خايفين من بعض. المدربين كانوا خايفين من بعض، فالاثنين ما مش عايزين يجازفوا. ولا العكس،
يعني انا بعتبر مباراه زي دي في الاسبوع الرابع في الدوري لسه الموسم طويل ولسه المشوار طويل، لا العب عشان اكسب اعمل 3 نقاط. خلي بالك فريق الزمالك فرقه قويه يعني، انا فاهم، انا اقصد انا بتكلم على فريقين مش بتكلم على فرقه واحده، انا بتكلم على فريقين هيفكروا بنفس الشكل ده. وافتكر الكلام ده كويس، الزمالك لعب ماتشين وحشين اخر ماتشين قدام الاهلي، الزمالك هيبقى مغير تماما، مغير تماما. ما انا عشان بقول لك المباراه ليها حسابات خاصه، واللي هيركب الاول ممكن يكسب ماتش، اللي هيركب الاول اللي يجيب الهدف الاول قصدك. واتمنى طبعا الاهلي يكون هو السباق، لان الاهلي بيبقى سباق بيركب الماتش. لكن فريق الزمالك فرقه تقيله تحترم، ولازم تكون عامل حسابها 100% عشان تكسب الماتش. طيب المباراه في الاسبوع الرابع زي ما قلت لك دي مباراه انت عايز تكسب، لان لسه الموسم طويل، ما انت مش هتخسر سواء هنا او هنا وتيجي تقول خلاص انا كده خسرت الدوري، لا لسه الموسم طويل، فبالتالي اي جهاز فني عايز يلعب على المكسب. عكس المباراه في الدور الاول في اخر مباراه او في نهايه الدور الثاني بيبقى وضحت المعالم، فبيبقى كل واحد عارف هو عايز ايه من المباراه فعلا، فبتختلف شويه. بتختلف كتير طبعا، حتى في نوعيه اللعيبه، في لعيبه بتبقى جايبه مستواها في اول الدوري في اول 3 ماتشات، في لعيبه في اخر موسم بتظهر بشكل افضل. انا بقول لك الماتش الجاي ده هيبقى ماتش صعب جدا، وبالنسبه لنادي الزمالك اكتر من الاهلي، لان ميتشو لغايه دلوقتي ما حطش بصه، ممكن يكون دافع عنده على فكره، ما هو دافع عنده بس في نفس الوقت هو هيخاف يخسر، هو هيخاف يخسر بسكور او بنتيجه تكون مش ما حصلتش من فتره، فهو برده محطوط تحت ضغط عصبي اكيد كبير. وانا سامع ان هو اصلا الماتش هيتاجل. لا يعني لغايه اللحظه دي ما فيش اي كلام رسمي عن الكلام ده، مفيش، كل دي تسريبات، لكن المباراه لغايه دلوقتي في ميعادها السبت الجاي. اتمنى لا نتعامل مع التسريبات، اتمنى نتعامل مع الاخبار الرسميه. اتمنى طيب. وان شاء الله يكون ماتش حلو ان شاء الله. طيب مين ابرز مدافع في النادي الاهلي حاليا او في الكره المصريه بشكل عام؟ هو احمد حجازي. احمد حجازي. احمد حجازي. طيب في النادي الاهلي، في النادي الاهلي هو حاليا مدافع شايفه عصري، يعني بيدافع وبيهاجم، ليه دور هجومي ودفاعي، هم كلهم كويسين. تجزع حد. كلهم كويسين. طيب اول 3 مباريات في الدوري، المكاسب الفنيه والمعنويه اللي في بدايه الدوري مهمه بالنسبه للفريق جدا جدا. جدا، الثقه لوحدها تفرق فرق بشع مع اللعيب. 3 ماتشات اداء ونتيجه، وفي افريقيا كذلك. الاهلي فريق رجع مرعب زي الاول، مرعب نتيجه واداء. نتيجه واداء، اتمنى الاداء ده يستمر، وحتى لا قدر الله قابلنا خساره ولا حاجه، لا يستمر برضه. ما لسه انت بتلعب 24 مباراه. كل بطل بيقع شويه كده، يوم نفض نومه ويكمل. فاتمنى ان شاء الله الاداء المبهر ده الممتع يستمر. طب على المستوى المعنوي والثقه شايفها ازاي؟ المستوى المعنوي هو طبيعي الصبر. انك لو كسبت الزمالك انت وقفت على ارض صلبه وبقى عندك ثقه ودوافع غير طبيعيه. الماتش ده تحديدا الماتش ده وهتبقى ركبت الدوري حتى فرق النقاط، انت بتتكلم في 5 نقاط. الله عليك. الماتش ده حاجه مفصلي في الدوري كله، في الدوري والكاس وكاس السوبر، لان انت لو كسبت الزمالك في الاسبوع الرابع هتركب الدوري، لعيبتك هتاخد ثقه، الزمالك نفسه هياخد فتره عبال لما يفوق تاني، وهيلاقي في فرق بتعصلك قدامه كتير، هيركبك حاجات كتير قوي. حتى في افريقيا هتحس ان انت في ثقه زي ما بتقول، في دفعه معنويه ليك، الثقه رجعت، فهيفرق جدا معانا جدا. لو عارف يعني بعد مباراه الزمالك انت عندك مباراه الجونه، بعد مباراه الجونه انت عندك توقف 35 يوم. فالمكسب في المباراتين هيديك فتره شهر او 35 يوم تعد للموسم بشكل تاني، لان انت 35 يوم فتره اعداد تانيه فعلا، اكنك بتنهي موسم بتبدا موسم جديد فعلا. فمكسب 6 نقاط، اقول زمالك وجونه مش زمالك بس، بتخليك انت كفرقه بتشتغل للفتره اللي بعدها بصوره مختلفه اكيد، والفتره اللي بعدها بدايه مشوار افريقيا كمان. انا نفسي الاهلي يدعم بافارقه محترمين يليقوا بنادي الاهلي. ما انت عندك مباراه القمه، كان اجاي كان حلقه ال بص اجاي لعيب كبير، لعيب كويس قوي، بس اجاي في اللي احسن منه، في اللي احسن منه. انا بكلمك بصراحه، لعيب كويس، بس شفت انت مثلا اللعيب اللي هو راح العين الاماراتي ده كان فري. لاباكوجي. كان فري، وبسم الله ما شاء الله في كل الامكانيات اللي تساعد اي فرقه على النجاح. كان فري. كنت ممكن تجيبه. في اماكن انت لسه عايز تستفيد منها من المحترفين، كم محترف في الملعب دلوقتي؟ بس انت عندك، هقول لك على حاجه، عندك علي معلول
ده عالمي ده بره التصنيف ده. ما هو افريقي. انا قصدي النحل قدام. عندك اليو ديانج ده هياخد فرصه منتخب مالي في الاولمبي وهياخد فرصه الفتره الجايه ان شاء الله, هيكون له دور كبير جدا. انت بتتكلم في وليد ازارو اول سنه في الدوري المصري هداف الدوري وبينضم للمنتخب المغربي بعد كده. وبعد كده وعندك جونيور اجايي. لا عندك 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 امكانيات كويسه. وجيرالدو بالظروف المتاحه, وجيرالدو كمان بيلعب في منتخب انجولا. انا اهم حاجه يلعب في الدوري المصري. اهم حاجه يكون فارق عندي ان شاء الله. يكون بس انا نفسي الاهلي يجيب مهاجم عصري, مهاجم فيه كل المواصفات, بيلعب رجل الاثنين, حريف, يكون عنده سرعات, يكون برضه يلعب, بيكون بيلعب بدماغه. قعدنا فتره مع ازارو. ازارو لعيب كويس لا جدال, بس هو كان قرص على نفسه السنه الاولانيه بتاعت كابتن حسام بدري. قرص على نفسه وكان بيزود وكان بيشتغل على الجون كتير في التمرين, فخد هدف دوري وكان من اخطر المهاجمين في الدوري. هو عاش على السنه دي السنه اللي فاتت. بس ضغط الجمهور ممكن ياثر على الاهلي؟ لا 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 الاهلي لا. الاهلي لا, الاهلي اللعيب لازم يكون متعود على ضغط الجمهور, لازم يكون متعود. طيب الدوري السنه دي البطوله شايفها هتبقى قويه بانتظام المسابقه, تبقى بطوله قويه فنيا, ولا شايف الدوري السنه دي هيبقى ازاي؟ اكيد قوي, اكيد قوي, وكل سنه عن سنه تبقى اقوى. خلي بالك ان المجال في مصر بقى مفتوح جدا, لو في لعيب في اخر الدنيا ولعيب كويس وبيلعب في الدرجه الثالثه مثلا في الصعيد, هتلاقيه السنه اللي بعدها بيلعب دوري ممتاز عكس الاول. لو كان اربع خمس فرق هم فيهم لعيبه كويسه والباقي بيعافر والباقي اللي هم جماعه اللي تحت اللي بيطلع بينزل. دلوقتي لا. شفت السنه اللي فاتت كان الجدول عامل ازاي في اخر كام اسبوع؟ كان نص فرق الجدول اللي بتنافس على البقاء فوق وتحت. مفيش غير فرقه واتنين ماسكين نفسهم في النص, كان المقاولين على ما اعتقد, المقاولين والمصري تقريبا. ومن اول الانتاج الحربي لغايه الانتاج استريح بدري. الانتاج كان طالع من الدور الاولاني كويس, فهو استريح بدري, فقعد حوالي تقريبا سبع فرق او ست فرق تنافس لغايه اخر يومين ثلاثه. ده حقيقي, فده قوه, قوه للدوري. حتى المقدمه, قوه الدوري حتى لو في الهبوط مش في السو... في ال... حتى في المقدمه كان اهلي وزمالك وبيراميدز, محدش كان عارف مين اللي ياخد دوري. ده حقيقي. طيب عدم انتظام المباريات وتوقيتاتها ده ممكن ياثر بالسلب؟ اكيد. رغم ان خد بالك انت قلت السنه اللي فاتت الموسم كان قوي رغم ان ما كانش في انتظام في المواعيد. اكيد. اكيد. عندك الدوري الانجليزي انت ممكن تحجز دلوقتي الماتش ضبط الساعه. على مواعيد المباريات هناك ممكن تحجز ماتش بعد خمس ست شهور الساعه الفلانيه, انا حاجز التيكت اهو جاي, وتروح تلاقي كل حاجه. مفيش حاجه اسمها بقى اجلنا الماتش ده عشان منتخب انجلترا بيلعب في تصفيات. لا مظبطين حالهم من الاول. وانا نفسي مصر تبقى كده, نفسي مصر يبقى فيها سيستم احترافي عالي. انا عايز اقول لك ان دول كتيره سبقتنا, السعوديه سبقتنا, الامارات سبقتنا, المغرب سبقتنا. يعني مش عايز اقول تونس لان تونس برضو نفس الوضعيه بتاعتنا, بس هم عندهم يعني شويه برضو فرق كتير قويه في تونس عكس هنا. هنا انت بقى عندك ثلاثه, هناك عندهم خمسه او اربعه. طيب ايه ابرز التحديات اللي ممكن تواجه الدوري السنه دي او الفرق بشكل عام؟ ايه ابرز التحديات؟ زي ما لسه متكلمين فيها, مواضيع التأجيلات. طبعا مشكله الزمالك ده اول تحدي, ان الزمالك هيلعب لسه ماتش في مصر, كان عايز ياجل ماتش الزمالك, رجع بعد كده قال لك لا احنا مش هنأجل ماتش الزمالك, مش هنأجل ماتش الاهلي مع الزمالك, ما عندناش مانع نلعبه. وبعد كده سمعنا ان في ماتشين اتأجلوا للمقاولين, و ما دي الظروف الطارئه نتيجه تحديد ماتش الزمالك في افريقيا. ما عارف. فدي تحديات لسه. تاني لما تسكن المباريات دي تلحق تسكنها في مواعيدها هيبقى في انتظام في المسابقه. في مشكله برضو بدات اثرات تبان شويه, تطبيق نظام دوري المحترفين على الدرجه الثانيه. في فرق كتير عامله بيان ان هي مش هتشارك. طب ليه؟ يعني فرق مطروح كلها عامله بيان ان هي مش هتشارك, فرق الاهليه تقريبا عامله بيان ان هي مش هتشارك. اصل الفرق دي اولا الدعم اللي بيجي من الاتحاد ليهم قليل, فيا دوب بيصرفوا على حاجات بسيطه, فهيبطوا هيبطوا. فتطبيق دوري المحترفين عليهم بضرهم. بس انت بتطبق الحد الادنى مش بتطبق الدوري المحترفين بنفس المعنى او القياس بتاع الاسم. يعني الحد الادنى لتطبيق دوري المحترفين لا هم طبقوه, عشان كده دي في مشكله برضه على المحل. بس هيحصل يا كابتن زياد. ولازم يحصل, ولازم يحصل من زمان, هيحصل في الممتاز ولازم يحصل من زمان. بس ليه اليات, ليه اليات؟ يعني خلي في نوع من المساواه بين الانديه,
نوع من المساواه بين الانديه عشان حتى كل نادي يقدر يعبر عن نفسه في الدوري. بس في دول لما جيت طبقت دوري محترفين على الدرجه الاولى كانت دوريات مثلا حوالي 16 نادي او 18 نادي، لما جيت طبقت دوري محترفين تقلص عدد الفرق ل 12 ومحدش اعترض عشان الكلام ده حصل في الخليج، الكلام ده حصل في شمال افريقيا. في دول بت... لانك في... لازم تلجا لده، لازم تروح لده. احنا تقريبا عندنا في الدوري مدينه او ثلاثه هم اللي ما انتش تلعب دوري بناديين. ما انا عارف هم اللي يعني عملوا الاجراءات دي وخلاص مخلصينها من بدري، بس بالزبط. كل سنه بيسوفوا عندنا. طب ايه المطلوب من الجماهير الفتره الجايه؟ الجماهير بشكل عام، جماهير الكره المصريه بشكل عام. مطلوب من الامن يفتح الباب للجماهير تخش. هو ده المطلوب، الجماهير بتعشق حاجه اسمها كره. الجماهير هي شريان الحياه وهي روح الكوره اساسا. فلازم هو الامن المصري مشكورا على الاقل يسمح ب 10 15 واحده واحده. عندك الانديه الجماهيريه زي الاتحاد والاسماعيلي والمصري، الناس دي بتاكل كوره، بتعيش كوره. احنا بنشوف صوره كويسه في البطوله العربيه، في البطوله الافريقيه، السوبر لما كان الاهلي وزمالك فيه 5000 هنا و5000 هنا، كان فيه صوره كويسه معقوله. طبعا لازم تستفيد من الجماهير. يعني دخول الواحد للماتش ده في حد ذاته بالنسبه له ده نزهه وخروجه وبيخلصوا من الاسترس العصبي في حاجات كتيره في امور الحياه. فلازم يكون في توجه للدوله ان يفتحوا الباب للجماهير وقانونوها مش مشكله، بس افتحوا. طيب لو بنتكلم بقى في الزمالك، احنا طبعا بنقول الاهلي الاول ان هو صاحب الملعب وهو صاحب المباراه، تمام، لكن العوامل الفنيه هنا وهنا، مين يرجح كفه الاهلي ومين يرجح كفه الزمالك لو انت بتعمل قياس للفرقتين؟ هو في مشكله دلوقتي في الزمالك حتى لو مش في اسماء لعيبه، لا في خط الوسط، خط الدفاع، خط الهجوم. هو اساسي مش في مستواه، اساسي بقاله فتره بعيد عن مستواه. هو طارق حامد طبعا من اللعيبه الموجوده، اللعيبه الموجوده في مصر، ان ما كان احسن لعيب موجود في مصر. شوف انا راجل اهلاوي بقول لك طارق حامد من احسن اللعيبه الموجوده في مصر وارجل اللعيبه الموجوده في مصر. لكن احنا الحمد لله برضو عندنا السوليه لنا حمدي فتحي، اتنين برضو لعيبه عاليين جدا. حمدي فتحي جاي جدا وهيبقى حاجه محترمه قوي قوي في الكره المصريه. القوه الضرب اللي عندك اقوى وافوق من غير ما اذكر اسامي. انت عندك يعني مش هقول ايه، اول رمضان صبحي شفت مع منتخب الاولمبي عامل ازاي؟ بيلعب جنوب افريقيا لوحده هو اللي عامل كل الشكل الهجومي. بعديه يجي صلاح وبعد كده يجي مصطفى محمد. بس رمضان بقى في حته بعيده عن اي لعيب مصري. وانا في رايي هو الايقونه اللي جايه لجماهير النادي الاهلي. رمضان صبحي. هو الايقونه. كل 10 سنين ولا حاجه يبقى عندنا ايقونه بتقعد معانا فتره. هو رمضان صبحي هيبقى الايقونه. طيب اي من الخطوط هيكون له دور مؤثر في ترجيح كفه فرقه الاخرى؟ قبل ما تجاوب برضه جاوبت. كنت هطلع فاصل. اخرج الى فاصل ثم نواصل حديث مع كابتن محمد الزياتلي اللي جاب على هذا السؤال، اي من الخطوط ممكن ترجح كفه الفريتين سواء في الاهلي او في الزمالك، ثم نواصل حديث معاه بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد واستكمال الفقره الحواريه مع الكابتن محمد الزيات. كابتن زيات، كنا بنتكلم بقى في ترجيح كفه خطوط في الاهلي عن خطوط في الزمالك. تمام. كنا بنتكلم في خطوط في نادي الاهلي سواء خط الوسط او الدفاع والهجوم، والزمالك نفس الامر. لو بنتكلم في الاهلي كفه اي خط ممكن تكون هي ليها الغلبه ان النادي الاهلي يكون متفوق وليه الغلبه في هذه المباراه؟ الخط الامامي اللي هو وسط الملعب الهجوم ولا نص الملعب الهجوم والمهاجمين اللي عندك. تمام. طيب. وصلنا لمرحله التجانس وفاهم بيفهموا بعض بالاشارات دلوقتي. تمام. عندك الجنب الشمال معلول ورمضان صبحي جابها نار. نار بسم الله ما شاء الله. الشحات رجع ثقته في نفسه، افتكر نفسه بتاع زمان. خلاص رجع عاش الاجواء بقى ودخل. خلاص دخل اجي زي ما قلت لك، احنا كان اظهر مشكلتنا معاه في تضييع الاهداف السهله. اجي لا، ما بيضيعش اهداف سهله، ممكن يجيب يعني من ثلاثة يجيب اثنين. فاحنا في الجانب ده نتفوق على الزمالك في التجانس وفهم اللعيبة. هم عندهم برضو لعيبة كويسة، عندهم مصطفى محمد، عندهم أشرف بن شرقي، عندهم أوناج، عندهم اسمه أوباما. طب في الزمالك أنهي خط ممكن يكون ليه الغالب أن هو يرجع كفة فريقه؟ الخط الهجومي اللي ذكرته مصطفى وأوباما وبن شرقي لو فايق، ولا خط الدفاع؟ لو فايق نص الملعب، نص ملعب الزمالك، نص ملعب الزمالك طارق حامد وساسي بيكملوا بعض. بيكملوا بعض جدا. انت بتتكلم عن المباراه ممكن تكون طبعا هي مباراه كره قدم، بس بتتكلم عن مباراه هتكون معركه في وسط الملعب.
بس يعني في عز ما كان ساسي مستوى عالي، حمدي فتحي عمل على الماتش كويس. حمدي فتحي تألقه مع المنتخب على فكره ممكن يديله عنصر مكسب الماتش اللي فات، مكسب مهم جدا في مباراه الزمالك. مكسب الماتش اللي فات. فاتوقع هم لو فايقين في المنطقه دي اللي هي نص الملعب هيبقى ليهم الغلبه، لكن ما اتوقعش. طيب حمدي فتحي ايه الدور اللي بيقوم بيه في وسط الملعب؟ حمدي بيجمع بين الناحيتين الدفاعيه والهجوميه، وهداف كمان. يعني بيزيد في كره عاليه، ممكن يحرز اهداف براسيات زي ما شفت في ماتش مصر. كمل في كره حطها. ده غنايم ده منهور على فكره بيتميز باللعبه ديت. ويمبي كان على طول بيطلع يحط وان بهده. فحمدي زي ما تقول كده نص ملعب عصري، بوكس تو بوكس، بس الناحيه الدفاعيه عنده عاليه. ودي ميزه؟ طبعا ميزه مهمه جدا. طبعا. اكيد طبعا طبعا. عايز تفسد هجمات اي فرقه قدامك. يعني السولية لما كان في الاسماعيلي كان عنده ناحية هجوميه عاليه عاليه وكان بيشوط وبيسدد وكان بيروح بيرقص. لما جه الاهلي بقى بيركز في الناحيه الدفاعيه اكتر من الهجوميه شويه، وفرق جدا مع الاهلي طبعا. السولية طريقه اللعبه بتحتم عليك انك بتلتزم بالتعليمات. طبعا. وما ينفعش الاثنين يزيدوا، لازم واحد بس يزيد على الاقل. لكن بالنسبه لخط الظهر انا شايف المستوى متقاربه سواء في الاهلي وفي الزمالك، الاثنين قريبين من بعض. احنا بس نفرق عنهم ب معلول بعلي معلول في تكملته الهجوميه مع الشق الدفاعي. ودايما بيبقى في مباراه جانبيه بينه وبين النقاز. على طول بيبقى في ماتشات جانبيه بينهم من بعض، حوار تمسي خالص بينهم. بالظبط كده. طيب في جزئيه برضو مهمه جدا عايز اتكلم عليها، فكره الاثنين المساكين في النادي الاهلي، بتميل لاي كفه انك تلعب بياسر ورامي، ولا شايف في ثنائيه ثانيه ممكن تكون ياسر وايمن؟ هو رامي لسه راجع من اصابه من فتره يعني، بس يعني خلاص بقى ثابت في مكانه، بقى ماشي بشكل كويس. انا عايز اخد بقى رؤيتك في المكان ده، بما انك انت راجل مدافع ولعبت في الاهلي فتره طويله وكنت كمان موجود في انبي وليك خبرات في الدوري المصري، الثنائيات في خط الدفاع الاثنين بيكملوا بعض، ولا انت عايز اثنين بنفس المواصفات؟ لا الاثنين بيكملوا بعض. بمعنى ايه؟ مش لازم الاثنين يبقوا نفس المواصفات. اشرحها لي. طيب يعني لو انت هتلاعب واحد سرعته مش عاليه لازم اللي جنبه يبقى سريع. لو هتلاعب واحد في الكره عاليه مش عالي زي ايمن اشرف، هو جنبه عالي لكن في الكره العاليه ممكن لعيب طويل لانه هو قصير مش طويل. ما يجيبش جنبه، ما يجيبش الكوره مثلا زي خالد بوطيب لو نزل مثلا هيقرفه في الكره عاليه. فلازم معاه واحد طويل اقل جنبه، واحد طويل. فبتكمل بياسر او رامي مثلا؟ مثلا انا ياسر بيعجبني بصراحه. ياسر كمساك كويس وهيجي مع الاهلي مع الوقت، هيعلى جدا مع الاهلي ان شاء الله. تمام. ورامي برضو لعيب كويس، بس رامي مشكلته في الاصابات. رامي من غير اصابات كان هيبقى حاجه كبيره قوي للاسف. ورامي متاسس يعني، رامي عنده قوه بدنيه مش طبيعيه. لو بعد عن الاصابات شويه هيلعب بصراحه. هم كلهم كويسين، بس ايمن اشرف اصلا ده مش مركزه يعني، المساك ده مش مركزه، هو بيأديها كويس من فتره الكابتن حسام بدري. لكن هو مش مساك لكن بيأديها كويس ومميز فيها برضه. بس ما نغفلش برضه ان ايمن ساعات لازم يهدى، اوقات لازم يهدى ما يندفعش. بس ايمن في ميزه اللي هي ان هو حتى لو غلط في كوره ولا كان حاجه حصلت بيلم نفسه بسرعه، بيرجع بسرعه. هو ما عندوش مشكله، دي مهمه في اللعب جدا. في لعيبه ممكن تغلط غلطه تكرر طول الماتش ويفضل مدلل. في لعيبه لا ما يفرقش، ايه يعني انا معرض ان اغلط. ايمن في النقطه دي وكويسه فيه. مواصفات القوه دي محتاجينها في مباراه الزمالك جدا. انت محتاج روح وعزيمه في الماتش ده. الماتش ده خلي بالك فنيا، المباراه دي بتبقى كوره ولا روح؟ بتبقى روح رقم واحد. رقم اتنين الحاله البدنيه والنفسيه للعيبه في يوميها. انت ممكن تلاقي الاهلي زي ماتش 6-1. هو كان حد يتوقع قبل المباراه اطلاقا؟ لا بالعكس، كله بيقول الزمالك هيكسب. وحتى 3-0 اول ما الزمالك جاب جون ناس قالت لك لا الزمالك هيرجع وهيكسب. فهي الروح اللي بتفرق، الروح اللي بتفرق. وسبحان الله يقول لك دايما ما فيش بين اهلي والزمالك توقعات. فعلا ما فيش توقعات. احنا فتره قريبه كنا احسن منهم بكتير وكسبونا في السوبر تقريبا او في الكاس 3-1. وكنا احنا ماسكين الماتش. هو الزمالك كده، ماتشات الزمالك حتى من الناشئين يعني، ايام ما كنا متناشئين كنا احنا دايما الاول والزمالك السادس او الخامس. وماتشنا معاهم حاجه ثانيه خالص غير الدوري، مباراه خاصه ثانيه خالص. عشان كده بقول لك مباراه ممكن نخسر خاصه، ممكن نكسب. احنا في الاخر بقى بنكسب، بس في الاول كنا ممكن نقعد نكسب اسماعيلي
ومثلا منصوره كانت من فرق برده تقيله في الناشئين ونكسب المقاولين ونيجي عند الزمالك ومخسرين 1-0 بدون اي منطق وانت اول الدوري وهم سادس الدوري. بس هو اصبح ماتش جماهيري بقى وتلاقي فيه لعيبه في الجماهير بتقلق. ما بس طبعا في الناشئين غير في الاول. في الاول انت بتكون مختار لعيب على الفرازه عارف ثباته النفسي وعارف قوته عامله ازاي وامكانياته الفنيه عامله ازاي. فالناشئين لا الناشئين لا انت شايف ان الاهلي لسه خسران برضو قريب في الناشئين. هو الاهلي كسب في مرحله سنيه 3-0 وفي مرحله ثانيه خسر 2-0 بلاش بقى النتائج فيها تبقى رايحه وجايه بلاش بقياس. في الناشئين في لعيب ممكن يديك في ماتش سهل قوي ويديك يجيب لك 7 اجوان تلعبه ماتش جامد يخف بلاش مقياس. طيب مباراه السبت الجاي ممكن تكون مباراه ليها فرصه ان احنا نشوف اهداف كتير ولا المباراه هتبقى مقفوله؟ احساسك توقعك كده وانت شايف الاوراق في النادي اول ربع ساعه و20 دقيقه يديك المقياس. لو لا قبل ما تبدا المباراه احساسك بتبقى شايف المباراه ازاي؟ الاهلي هينزل عشان عايز يسجل. الاهلي افوق طبعا يعني طبيعي على الورق الاهلي افوق الاهلي احسن الاهلي عنده تجانس بسم الله ما شاء الله عليه جدا. لو نزل حاطط في دماغه ان هو يكسب هيكسب. لو فايلر نزل الماتش بيأمن وعايز يلعب مرتد او بيأمن وعايز بس هي مش طبيعته. مش شايفها هتبقى طبيعته. هو ماتش هيبقى حلو وهيبقى فيه تهديف هيبقى ماتش جميل قوي بتفرج على ماتش كوره. هيحصل بس يتلعب هيتلعب باذن الله هيتلعب ان شاء الله وتلعب دلوقتي في التوقيت ده. طيب فرصه انت معايا اخد رايك كمان في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي لان الاسبوع اللي فات كانت فيه فتره توقف دولي نتيجه انشغال بقى الجميع بالتصفيات سواء في افريقيا او حتى في اوروبا واسيا. وعلى المستوى بالنسبه لمنتخب مصر طبعا مصر ما بتلعبش تصفيات دلوقتي لسه التصفيات الشهر الجاي. مصر في مجموعه مع كينيا وتوجو وجزر القمر. اول مباراه مع كينيا 14 نوفمبر ثم هنسافر لجزر القمر 18 نوفمبر. شايف التصفيات والمجموعه ازاي ودي المجموعه المؤهله بشكل مباشر للكاميرون 2021 واول مهمه رسميه للكابتن حسام البدري والجهاز الفني كانت بالامس مباراه مع بوتسوانا. تقييمك للمباراه الاولى والبدايه والتجربه بالتصفيات القادمه ان شاء الله. هي تجربه في النهايه هي تجربه. يعني الناس طلع تقول ده ماتش وحش وماتش لا هو راجل بيجرب وعمره ما يجي اول ماتش يلعب البرازيل او يلعب نيجيريا هو برضه مش عايز يخرج بفضيحه او يخرج بكسره للعيبه الموجوده لان انت بتجمع تيم جديد من وجهه نظرك توليفه جديده. كابتن حسام شغله هيبدا مع اول تجمع طويل للمنتخب. في اختيارات تانية اكيد هي في دماغه لسه في مرحله التجربه. ده امبارح بكتب بحمدي فتحي مكسب مكسب من الماتش عبد الله جمعه بكلفت مكسب من الماتش. الماتشات اللي زي دي انت بتجرب فيها مش مطلوب منك اداء قوي على قد ما مطلوب منك انك تطلع بحاجه مفيده. بس اللي يعيب ماتش امبارح بس ان ما كانش فيه كروسات كتير كان بس كله اختراق عمق اختراق عمق. انت امبارح بتلعب بتيم بنسبه 70-80% اللي كان بيلعب موجود معاك يعني هتجربهم ازاي ما انت عارفهم اساسا موجود معاك. بس هم ما عندهمش الطمانينه الكامله ان هم هيكملوا مع كابتن حسام. لسه في اختيارات تانيه ولسه هيجيب ولسه في محترفين ما جابهمش. ف المشكله في يعني اقول لك ايه انت عندك حكم تهديفي حكم تهديفي نسبه الاهداف مش عاليه من ساعه متعب وعمرو زكي والكابتن حسام حسن ما حدش جه ملل المكان ده يملى عنا يخلي كده احنا قاعدين مطمنين اللي ممكن في اي وقت فرد هيخطف جون. ما فيش الكلام ده. عندك حكم تهديفي عندك جيل كامل ما فيهوش فرود. انت اللي بيقول لك الوان في الماتشات هو محمد صلاح وصلاح طرف مش فرود. يا صلاح يا تريزيجيه. وصلاح لو غاب ما عندكش حد يعوض غيابه. تريزيجيه الفينش بتاعه مش حلو. تريزيجيه لعيب عالي جدا بس الفينش بتاعه مش عالي مش فرود. لكن لعيب عالي جدا فعلا. انت عندك مشكله في فينش ودي مشكله ازليه بقالها كذا سنه مش سنه واحده. هتعوضها ازاي؟ طب نص الملعب ليه النني مش حاسين ان هو مع المنتخب فارق قوي؟ عشان ملعب السهل. هل نفس اداء طارق حامد؟ لا 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 طارق حامد نوعيه ثانيه خالص. طارق حامد حاجه لعيب مقاتل. نفس اداؤه ان هو بيعمل نفس الاكتف او نفس القوه البدنيه. انا اقصد يعني الدور اللي بيأديه طارق حامد هو اصلا نفس الدور اللي بيأديه النني فالنني ما بيظهرش لان طارق اللي بيعمل الدور ده. ده اللي اقصده. لا هو النني يعني بيدور الكوره. بس النني من الاول كان بياخد الكوره يدورها بطريقه كويسه وبيعمل سلو باس كويس. وبيعمل لوب من ورا مدافعين كويس قوي. تمام. دلوقتي الموضوع قل شويه. بقى له فتره. النني مش النني بتاع
اول مراحل ارسنال. طارق حامد لا، طارق حامد حاجه محترمه جدا جدا، والسوليه وحمدي لا، نص ملعب كويس يعني، نص ملعب دونجا بتاع بيراميدز كويس، نص ملعب منتخب مصر كويس، لكن انني لا بعيد شويه. طب تجربه الكابتن حسام بدر امبارح شايفها مفيده بالنسبه له في البدايه ولا؟ اكيد مفيده، ولا لان فيها اخطاء كتير، وانا مش مقياس برضو. ما انا بقول لك اكيد مفيده لانها فيها اخطاء وسلبيات كتيره. اكيد مفيده لان فيها اخطاء وسلبيات كتير. طبعا. انت بتلعب فرقه ضعيفه، ليه مصر على الاختراق من عمق؟ ليه ما في كروسات فرقه التيم المصري لو تركز مع التيم المصري في مع كابتن ايهاب جلال بيرفعوا مثلا فوق ال 15 كروس في الماتش. ده بيولد اخطاء جوه المدافعين. هي القصه ان الاهلي طريقته دلوقتي الدخول من العمق، طريقه النادي الاهلي. فتقريبا في لعيبه في الملعب كانوا من الاهلي تقريبا ثلاثه، في كان احمد فتحي وحسين الشحات، وحسين الشحات وكان في واحد بعد كده نزل قفشه، قفشه بعد كده حمدي فتحي. حمدي فتحي فكان لازم اختراق من الاجناب حتى افتح الديفنس بتاعهم. احنا كل اختراقاتنا كانت بتبقى من العمق، مفيش الا اوفر او اتنين في الشوط الاولاني. دي من السلبيات اللي حصلت في ماتش مصر. كان المفروض يبقى فيه شغل على الاطراف. هو عارف الكلام ده كابتن حسام، واكيد شافه. طلع بمكسب جديد حمدي فتحي. ده مكسب في الماتش. عبد الله قفشه. مش لازم تلعب فرقه جامده قوي عشان تطلع بالمكسب. اهم حاجه الرسمي. طب المجموعه اللي مع مصر ان شاء الله كينيا، جزر القمر، توجو. كينيا يمكن انا عارفها كويس قوي، وكنت مع رئيس الاتحاد بتاعهم في الاحتفاليه اللي فاتت. انت كنت في كينيا قريب؟ لا بس عندي اتصالات بيهم قويه، وعندي معرفه قويه بيهم يعني. وكنت موجود معاهم في الاحتفاليه بتاعت امم افريقيا اللي هي القرعه. تمام. جايين بيهتموا جدا بالكوره، في تطور مستمر عندهم، في لعيبه من كينيا بدات تحترف في انديه كتير. فماتش اتوقعه صعب هناك. صعب هناك. هو اول ماتش هنا. مش هيبقى صعب قوي. بس مش هيبقى سهل. لكن صعب جدا هناك على ارضهم. هيبقى صعب. كسبوا غانا على ارضهم في التصفيات اللي فاتت، كانت مواجهه صعبه بالنسبه لهنا. طبعا صح. فهم هناك هيقرفونا شويه. طيب المجموعه نقدر نقول ترتيب المباريات غريب شويه، يعني مصر هتلاعب كينيا وجزر القمر 14 و18 نوفمبر 2019، بعدها بحوالي 10 شهور اغسطس 2020 هنلاعب توجو في التصفيات الافريقيه، يعني بعد حوالي 10 شهور هنبدا نستأنف التصفيات من تاني. المساحه الزمنيه والوقت الكبير ده شايفه كويس للجهاز الفني ولا شايفه ازاي؟ خاصه انه هيتخلله تصفيات كاس عالم، يعني مش هتبقى فيه راحه، لا ده هيبقى فيه مباراه تصفيات كاس العالم لبطوله 2022. كويس طبعا. كويس، عنده وقت يدرس ويفكر ويطور من مستوى لعيبه المنتخب، ويشوف مين انسب. ممكن يكون في لعيب مميز جدا في ناديه، بس ما بجيبه معايا المنتخب على طريقتي انا ما بيدينيش نفس المردود. ممكن لعيب تاني يديني نفس المردود، وممكن يكونوا اقل منه نجوميه. دي المعادله اللي ممكن الكابتن حسين يكون يحققها في الوقت ده. تمام. طيب تصفيات كاس العالم هتبقى هي المقياس بالنسبه للمنتخب، ولا البطوله الافريقيه اللي استعدت لها هيبقى من خلال الماتشات ديت؟ يعني عايز اضبط بس فكره ايه؟ ابدا اشوف المنتخب بجد بقى واقيمه لما يخش في تصفيات كاس العالم. ولا التصفيات دي ممكن تكون مباريات نبدا نقيم، ولا هتبقى استعداد لتصفيات كاس العالم؟ اي ماتش رسمي بتخشه بيبقى معرض للتقييم طبعا. معرض للتقييم، انت لو خسرت كارثه. فهو لازم نصبر شويه مع كابتن حسام. لازم يبقى في صبر. كابتن حسام الناس ما تستعجلش في الاحكام بسرعه. ما تستعجلش. ندوا له مساحته. وان شاء الله هيبقى منتخب محترم ان شاء الله. انا واثق كابتن حسام مدرب كبير وهيبقى ان شاء الله. ان شاء الله. طيب على الجانب الاخر واختم معاك بالمنتخب الاولمبي، و يعني خلاص بنتكلم في ايام قليله وتنطلق التصفيات الافريقيه المؤهله لدوره طوكيو والبطوله على ارضنا. مصر معاها مالي والكاميرون وغانا، مجموعه قويه جدا جدا، وكان الله في عون الكابتن شاو غريب، لان معاها مجموعه فعلا مجموعه صعبه وقويه جدا، بالذات في المرحله السنيه دي المنتخبات دي قويه جدا جدا جدا. لكن منتخب مصر برضو منتخب قوي جدا، عنده امكانيات ولاعيبه كلهم بيلعبوا دوري ممتاز. ولو قلنا الاسامي يعني ان شاء الله محمد محمود النادي الاهلي يرجع قريب باذن الله يكون جاهز للتصفيات. هو مستنيه يلعب ماتش بس، يلعب بس ماتش وهياخده على طول.
محمد محمود، كريم نيدفيد ايضا كمان لو لحق، او لعيب جامد طبعا اكيد عندك كمان صلاح محسن، عندك مصطفى محمد، عندك طاهر محمد طاهر، عندك رمضان صبحي، جدا منتخب قوي جدا جدا. بس المنتخبات الثانيه قويه جدا برضه. اللي هيفرق بين ده وبين ده تجانس الفريق، تجانس الفريق بس. يعني فريق جنوب افريقيا انا بقول لك فرقه مش ما فيهاش نجوم، اللي لعبناها مباراتين وديتين ما فيهاش نجوم، بس عندهم تجانس وعندهم التزام تكتيكي وخطوطي واضح. وده اللي انت كنت مفتقده في الماتشين. انت كان عندك الثلاثه اللي قدام في وادي والفرقه كلها في وادي ماتشات المنتخب الاولمبي، بس الثلاثه اللي قدام فارقين معاك قوي، عاملين شغل عالي قوي. لكن في البطوله دي اللي هيمشي كويس هيمشي كويس، هيكمل، بتبقى دفعه معنويه ليه. فاتمنى اول ماتش نكسبه على الاقل، كسبناه ممكن نعمل اول مباراه مع مالي، اقوى مباراه، اقوى مباراه من وجهه نظري. مالي دايما عندها احسن ناشئين في العالم في افريقيا في المرحله السنيه الصغيره دي في افريقيا دايما على طول، حتى في كاس عالم مثلا ناشئين ممكن ياخدوا كاس عالم ناشئين يوصلوا نهائي ياخدوا تالت، مستوى ثابت بقاله فتره في الناشئين والاولمبي والشباب منتخب مالي. طيب قيمت تجربه مصر وجنوب افريقيا ازاي؟ يعني جنوب افريقيا موجوده في البطوله بس في مجموعه ثانيه، لكن قيمت اداء منتخب مصر مع الكابتن شوقي هاريف في المباراه ازاي؟ هم عملوا كذا معسكر قبل كده خارجي، المفروض الكابتن شوقي هاريف كان يعني ايه كان يبقى اداء احسن من كده شويه بصراحه، بس تيم جنوب افريقيا تيم تقيل، مش تيم خفيف. اتمنى يبقى احنا صورتنا في البطوله احسن من كده، احنا عندنا احسن من كده. والجهاز الفني جهاز فني تقيل قوي، في خبرات، في محمد شوقي وفي وائل رياض كان شوقي غريب ومعتمد جمال ومعتمد كمان ومحمد شوقي ووائل رياض، اسامي تقيله، اسامي كلها لعبه منتخب. كابتن شوقي مسك منتخبات وكابتن معتمد مسك منتخبات. رحت مع كابتن شوقي في المنتخب الاولمبي 2000 اولمبي رحت معاه منتخب اولمبي كذا معسكر، ورحت معاه دوره الصداقه الدوليه في قطر وسافرت مع الصين. كابتن شوقي دايما مميز جدا في الاعمار السنيه الصغيرة جدا معروفه، كان بيتعامل نفسيا كويس قوي مع الولاد الصغيرين، بس دول بقى بلوش. بس 23 سنه صغير. بس عايز اقول لك حاجه، كان ماسك ساعتها نجوم مصر برضه حسام غالي وجمال حمزه وابو جريش او واليماني واليماني ورضا شحاته واسامي كتير، وائل رياض ومحمد شوقي ممكن اعد لك اسامي من هنا لغايه بكره الصبح، وكان برضه قوي معاهم وحازم معاهم. اتمنى بس الاداء يبقى مغير شويه، يبقى في كوره. انت الماتش اللي فات امكانيات فرديه، انا فاكر بصراحه رمضان صبحي هو اللي عامل لك شكل هدوم هجومي، وبعديه صلاح محسن هو اللي بينزل من تحت بيقعد برضه ويدي لمصطفى محمد تمام. فعايزين يبقى في كوره، انت كنت مفتقد نص الملعب. عايز اقول لك على حاجه بمناسبه رمضان، انت فكرتني بلقطه خدت بالي منها اليومين اللي فاتوا. كابتن منتخب تونس كان مين؟ علي معلول. علي معلول كابتن منتخب مصر كان مين؟ فتحي. كابتن منتخب الاولمبي كان مين؟ رمضان. الثلاثة منين؟ من الاهلي. من النادي الاهلي. يلا. بما انك انت ذكرت رمضان وفكرتني بس بالموضوع دوت هنخش في مؤامرة كده خلينا. لا 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 اصلا انا عايز اتكلم على قيمة لاعبي النادي الاهلي. شفت تواجدهم في المنتخبات قيمتهم عاملة ازاي؟ بيستمروا. يعني كابتن منتخب تونس علي معلول، كابتن منتخب مصر احمد فتحي، كابتن منتخب اولمبي رمضان صبحي. يقول لك دايما لعيب المنتخبات بيفضل لعيب منتخبات. دايما بيفضل لعيب منتخبات. والمقوله دي سايده جدا في النادي الاهلي. اللاعب اللي بيخش منتخب وهو في النادي الاهلي وهو ماسك نفسه في النادي الاهلي بيفضل مستمر في المنتخب اكيد. فبقى لنا فتره الكابتن كان بيبقى من النادي الاهلي تقريبا يعني، وطول ما النادي الاهلي بخير المنتخب هيبقى بخير والكره تبقى بخير. الكره تبقى بخير. كلمه اخيره تكتب بيها حوارك اللي انا سعيد بالتاكيد بوجودك. انا اللي سعيد والله، سعيد ربنا يكرمك. اشكرك وان شاء الله تكرر قريب، وانا سعيد دايما بتواجده معاك والله. أكيد يا محمد، بالتوفيق دايما. أشكرك. توقعاتك لمباراة القمة؟ إن شاء الله الأهلي يفوز ويطلع ماتش نظيف زي ماتش السوبر كده، وإن شاء الله يكون أداء كويس بين الفريقين. بين الفريقين. إن شاء الله، بس الأهلي يفوز إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر ليك يا محمد، وبالتوفيق ليك يا رب دايما في مشوارك اللي جاي، ونشوفك دايما في أفضل مكانة، وإن شاء الله نلتقي بك على خير بإذن الله. أشكرك. شكرا جزيلا. كانت فقرة مهمة جدا مع كابتن محمد الزيات، مدافع النادي الأهلي الأسبق، مدافع نادي إنبيا الأسبق، وتجربة وحديث عن الكرة المصرية، منتخب الأول، منتخب الأولمبي، وأيضا مباراة القمة اللي الكل بينتظرها إن شاء الله يوم السبت القادم. ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل كابتن أمين عرابي وحديث مختلف في الفقرة الأخيرة من برنامج الأهلي الليل.
اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا فيها نجم كبير جدا، لان مش هتكلم عليه كلاعب لكن كمان كمدرب. سبق لي تدريب العديد من الفرق والمراحل السنيه المختلفه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وايضا عمل في الدوري المصري مع انديه مختلفه ابرزهم كان نادي الجونه. الفتره الحاليه ليه تجربه مع نادي الصيد في الدرجه الثالثه، وتجربه اكيد هنساله عن المستوى والاداء والظروف المواتيه بالنسبه للفرق في هذه الاقسام المختلفه. ضيف وضيفكم الكابتن امين عرابي، نجم النادي الاهلي الاسبق والمدير الفني الحالي لفريق نادي الصيد. منور الدنيا يا كابتن امين. منور بيك يا محمد، وانا سعيد ان انا معاكم في قناه النادي الاهلي. منور، انا مش عايز اقول لك منور في بيتك. الله يخليك. طبعا اكيد، بس انا يعني سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وسعيد ان انا موجود مع المجموعه دي كلها. تجربه جديده شويه. والله مش جديد عليا، لان انا اشتغلت قبل كده برضو في نادي الصيد، وعلاقتي بيهم كلهم كويسه كلاعيبه وكمجلس اداره وكمجموعه يعني. لما جم طلبوا مني السنه دي ان انا يعني ارجع امسك الفريق الاول وقطاع الناشئين، يمكن انا رحت واعتذرت للكابتن فتحي مبروك واعتذرت عن النادي، لانها تجربه انت عارف برضو لازم تخوض تجارب في حياتك عشان تعرف انت واقف فين. وبتنقل خبراتك من هنا لهنا لهنا. اعتقد النادي الاهلي اولا غني بابنائه، غني بمدربينه، غني بكل ناسه، مش هيقف على حد ولا انا ولا غيري. فكابتن فتحي مبروك صراحه يعني تقبل الاعتذار، وكان لسه ما عملش الجهاز، ورحت اخوض التجربه وربنا يكرمنا فيها ان شاء الله باذن الله. الحمد لله انت دلوقتي احسن، كان بقالك اسبوعين كنت تعبان جدا. والله جت لي فتره كده الحمد لله، يعني عديت منها الحمد لله بخير. دور برد وتغيير الاجواء؟ لا والله كان يعني حصاوي كده في المراره وشغلانه كده يعني. الحمد لله. الله يخليك. الله يكرمك. الله يخليك. العمل في تدريب صعب جدا. جدا يعني، انت مشكلتك ان انت بتتعامل مع الناس مباشره. يعني زي حضرتك انت عارف ايه اللي بيمثل على المسرح، يا الناس تسقف له يا مش عاجبها، بياخد درجته وهو واقف على المسرح على طول. انت كمان كمدرب بتاخد درجتك وانت واقف، بس المشكلة ان انت حتى لو انت على المسرح بيبقى ادائك انت. في الملعب بيبقى اداء اللاعبين مرتبط ب 11 لاعب طبعا، لان انت ممكن تكون بتشتغل ايا كان، بتشتغل كويس او وحش، انت بتتعامل مع 11 لاعب جوه الملعب. ظروفهم النفسية مختلفة، السيكولوجية عندهم مختلفة، اداؤه النهاردة بيبقى ايه، دي بتختلف كتير جدا. فانت بتحضر وبتجهز، انا بتكلم على المدربين عموما يعني. فكل مدرب يعني ظروف لعيبته هي اللي تساعده او ما تساعدوش جوه الملعب، وحسب اليوم بتاعهم، هل هم فايقين، هل هم مركزين، هل هم، بتفرق كتير قوي يعني. ولكن ده قدرنا ومهنه احنا امتهناها وراضين بيها والحمد لله ماشيين يعني. طيب شغال مع الفريق الاول نادي الصيد، وفي نفس الوقت ليك مسؤوليه مهمه جدا. مسؤوليه قطاع الناشئين. اكيد يعني، انا الحمد لله بفضل الله يعني، دي ثقه من مجلس الاداره بقياده كابتن محسن طنطاوي وكل المجلس اللي معاه، وانا شرفت بالعمل فيها. انت عارف الواحد الحمد لله من سنه 85 وهو شغال في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، الحمد لله بقت عندي خبرات كبيره جدا. طلعت اجيال كتير لا وتعلمت كتير يعني، اتعلمت كتير. انا عايز اقول لك يا محمد، انا مش بتكلم عشان النادي الاهلي، النادي الاهلي مدرسه كبيره جدا في كل حاجه، في كل حاجه بتتعلم منها. اتعلمت ازاي ابقى مدرب، اتعلمت ازاي النواحي الاداريه، اتعلمت ازاي افكر في قطاع الناشئين، اتعلمت. فالحمد لله يمكن انا خدت التجربه دي لان هي تجربه جديده عليا جدا، ومن خلال تجاربي اللي فاتت مع قطاعات الناشئين في النادي الاهلي، لا فيعني هي ميزه ليا ان شاء الله باذن الله فيها تطور، وانقل خبراتي اللي انا خدتها كلها لقطاع نادي الصيد. واعتقد ان هم عايزين يعملوا حاجه، وان شاء الله يعني نقدر نعمل لهم حاجه تليق باسم نادي الصيد اللي اتعلمناها من النادي الاهلي. من شويه كان معايا واحد من ولادك الزيات. طبعا لعيب لعيب كويس. وكان محترم ولعب في النادي الاهلي درجه اولى، كان من احسن اللعيبه، ولعب في المصري ولعب معنا في الجونه يعني. الحمد لله بفضل الله الواحد يعني، مش انا يعني، انت عارف مفيش مدرب بيعمل لعيب لوحده. اللعيب بيمر على اكتر من 10 12 مدرب طول حياته، التاريخ يعني تاريخ اللعب بيعدي على انت بتدي له جزء وغيرك بيدي له جزء وغيرك، في الاخر بينضج ويبقى لعيب كوره كويس. طيب النهارده انا عارف كان عندك مباراه وحرصك على تكون موجود معانا. اكيد اتفقت وخلاص، كنت من النهارده معانا في الحلقه، لكن مباراه النهارده عملت فيها ايه؟ كنت بتلعب مين؟ والله احنا كنا بنلعب النهارده الشرقيه الدخان في كاس مصر، اتغلبنا 2-0.
كنا بنلعب الشرقيه في الشرقيه، طبعا نادي الشرقيه برضو مختلف. انا مش عايز اقول لك احنا ظروفنا مختلفه عن اي نادي، بالذات في الفريق الاول. انت لعبت بالفيرست تيم؟ اه، ما هو الفيرست تيم ده كاس مصر. تمام. كل الانديه اللي احنا بنلعبها في الدوري بتاعنا كلها انديه محترفه، بتجيب لعيبه محترفين، بتصرف عليهم، بتديهم فلوس. نادي الصيد ليه طبيعه مختلفه شويه، ان انت ما بتعتمدش غير على اولاد النادي، قطاع الناشئين، قطاع الناشئين واللعيبه اللي كانت في الدرجه الاولى بس. فطبعا انت ما عندكش الامكانيات الماديه اللي بتصرف على الولاد دول. يعني انا يعني ما بديش اللعيبه حاجه خالص، اكتر من مكافئات ماتشات ما بديش. فاللعيبه بتيجي بتحب ناديها وبتلعب. الحمد لله احنا اول ماتش في الدوري اتعادلنا 1-1، كان قبل بدايه الدوري يوم السبت اللي فات. النهارده كان كاس مصر. انا بيني وبينك اهتمامي الاكبر بالدوري مش بالكاس. كاس مهما هتوصل هتروح فين في النهايه. لكن النهارده يمكن حتى لعبت بجزء كبير من اللعيبه ناشئين مواليد 2000 و2001 و99، ويمكن دي بقى اللي انا بقول لك عليها الجراه اللي علمهاني النادي الاهلي، ان مفيش كبير في الكوره. تمام. العب طالما تقدر، وطالما تقدر تادي. والولاد النهارده الى حد ما ادوا، مش هقول ان هم ادوا بكفاءه عاليه، لكن ادوا في حدود امكانياتهم، في حدود ظروفهم. ضد فرقه نازله من الممتاز بيه، فرقه كويسه بحترمها جدا، معاهم نجم كبير من نجوم النادي الاهلي الكابتن علاء ابراهيم. عملوا ماتش كويس، يستحقوا المكسب عشان ادي كل واحد حقه، ونقول لهم ربنا يكمل لكم في اللي جاي، واحنا نمشي بقى في سكه الدوري. الكابتن علاء هو اللي بيقود الشريق. علاء ابراهيم. علاء ابراهيم. من المدربين الممتازين ومحترمين ومؤدب بصراحه. يعني كان ماتش انت عارف ايه، يعني ماتش اهلاوي خالص. اهلاوي خالص. لكن في النهايه ما هو لازم فرقه تكسب وفرقه تخسر. واللي انا عايز انقله، يعني حتى بننقله دلوقتي للعيبه، التجارب اللي احنا بننقلها للعيبه، خلاص الماتش خلص بنروح نسلم ومبروك وهارد لك، وهي الدنيا كده. لازم الناس تبقى عارفه كده، والثقافه دي توصل للجمهور. وهي الرياضه الهدف منها ده. هي دي. يعني احنا بنلعب رياضه مش يعني هنتخانق ليه ونحارب بعض ليه؟ ما احنا بنشوف في اوروبا، في اوروبا بيبقى مغلوب 5 ويروح يسلم ويقف ويحترم الخصم وخلاص، مبروك انت كسبت، انت عملت عليك، انا ما عملتش. هي دي الثقافه اللي لازم تتنقل للعيبه، تتنقل للاجهزه الفنيه، تتنقل للجماهير، عشان نطور نفسينا زي الدوريات العالميه اللي احنا بنشوفها. واحنا بنتكلم على كاس مصر النهارده، انا اعتقد في مباريات كتير ما اتلعبتش ومش عارف الاسباب. يعني انا النهارده صحيت على خبر معظم الانديه مش عايز تلعب مباراه الكاس. ما انا هقول لحضرتك اللي حصل. هو اللي حصل ان اتحاد الكوره في بدايه الموسم لغايه اول ماتش في الدوري عمل لائحه ان في 2 هينزلوا من كل فرقه في القسم الثالث. في القسم الثالث هم حوالي 7 مجاميع او 8 مجاميع. تمام. في مجاميع 14 فرقه وفي مجاميع 12 فرقه. فوجئنا ان اول امبارح بعتين جواب ان هينزل 5 من كل فرقه، من كل مجموعه. 5 من كل مجموعه. 5 وفي مجموعات هينزل منها 4. فطبعا دي صعبه جدا، تنزل 40% من قوام الدوري بتاعك. طب ايه الاسباب؟ محدش عارف. وبعدين مفاجاه، يعني انت مفروض اما تيجي تعمل قرار زي ده لازم تجمع الجمعيه العموميه والانديه توافق، يعني اخترني الاول وانا ابقى موافق على الشروط عشان العب. لكن هي جت فجاه. فاعتقد ان في انديه النهارده كلها في كاس مصر غالبا في الشرقيه اغلبها، وفي المنيا وفي في بني سويف، راحوا الملعب بس ما لعبوش. ما اعرفش قرار اتحاد الكره يبقى ايه، لكن هي فيها الفرقتين ما لعبوش. الفرقتين ما اصل مش هينفع يصعد فرقه على حساب ثانيه والاثنين ما لعبوش. انا ما اعرفش بقى قرار اتحاد الكره يبقى ايه، لكن هي لازم ليها موقف، لان ما ينفعش ابدا الموسم بلايحه وبعد كده اغير وبعدين اغير وانت بدات. يعني انت بدات وبدات تجهز نفسك على هذا. فاعتقد 5 كمان كتير قوي، لان احنا مشكلتنا في مصر ان احنا لازم نوسع القاعده. احنا ليه بنضايق القاعده؟ يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، مشكله كبيره السنه دي 97 اللي لغوها. 75% من اللعيبه مش لاقي اماكن. يعني انا جالي لعيبه مش لاقيين حته يروحوها من ال 97، من مواليد 97، من الاهلي والزمالك وكل انديه مصر، ولاعيبه كويسه. طب ما انت بتقضي على جيل، انت بتقضي على جيل. طب ليه انا ما وسعش القاعده وخليه فريق امل وتحت انت وسع القاعده بتاعتك والعب؟ ما المانيا فيها كام لعيب كوره؟ 5 مليون. احنا ما كملناش 2 مليون لعيب كوره، انت فاهم؟ ليه احنا ليه بنضايق القاعده وعايزين نعمل لعيبه كوره ومصر ملياء؟ شوف انا اشتغلت في قطاعات الناشئين كتير جدا،
مصر مليانه لعيبه كوره ولعيبه كوره كويسين، بس احنا بنيجي في وقت ما بتوفر لهاش المكان وبنهضم اللعيبه دي. يعني انا فاكر برضو من كام سنه لغينا مواليد 95 وبرضو اجيال بطلت، ممكن يطلع لك اتنين لعيبه كويسين، ثلاثه لعيبه كويسين، مكسب طبعا، ده مكسب ليك او لمنتخبك. طب احنا ليه بنيجي في وقت ونرجع؟ عشان احنا للاسف الشديد ما عندناش بلان او تخطيط لقدام 10 سنين قدام، قرار وقتي وتبقى المنظومه ماشيه 10 سنين، هو ده الشغل وهو ده النظام. يجي بقى امين، يجي محمد، يجي فلان، هي دي منظومه شغال عليها المنتخبات وشغال عليها الانديه وشغال عليها كل الناس. للاسف احنا ما بنعملش كده، احنا كل اللي بيجي بيخطط لنفسه، انا عايز كده يبقى كده، انا مش عايز كده خلاص مش كده. فمش مصلحه الكره في مصر انها تمشي كده. طيب المشكله حاجه بتتكلم فيها دي مشكله في القسم الثالث برضو. من شويه كان معايا محمد الزيات بنتكلم ان في مشكله ثانيه انا كمان موجوده في القسم الثاني في الممتاز به، ان عايزين يطبقوا دور المحترفين، ففي انديه كتير رافضه الموضوع دوت. شوف انا لو هطبق دور المحترفين ما فيش مشكله، بس الانديه الثانيه هتلعب برضو في دوري محترم لكن ما اقضيش على الانديه كلها، انت فاهم؟ وبعدين تعالى انت عايز تعمل دوري محترفين لانديه القسم الثاني، صدقني الكره النهارده صناعه، الكره النهارده فلوس، معاك فلوس هتعرف، ما معاكش مش هتلعب. بالظبط، ولا احنا مش متفقين على كده؟ ده طبعا. طيب تعالى اذا كان في الدوري الممتاز في 3 4 فرق مش قادرين يجاروا الفرق الكبيره، صح؟ مظبوط. طب انا هعمل دوري محترفين ازاي؟ هعمل دوري محترفين ازاي؟ في فرق في الدوري الممتاز لغايه دلوقتي ما اديتش اللعيبه فلوسها، فما بالك بتحت. عشان تعمل دوري محترفين لازم يبقى ليها قصه كبيره قوي، تجيب مستثمرين، تهيئ المنظومه الاول، تهيئ المنظومه الاول، وتبقى عارف ان كل نادي فيه مستثمر او فيه سبونسر قوي هيصرف عليهم اللعيبه طول السنه، هتلاقي فلوس، هتلاقي الفلوس بتاعتها، الماديات بتاعتها موجوده، تقدر يبقى فيه دوري قوي. لكن انا اقول دوري محترفين مجرد ان انا اعمل دوري محترفين وبعدين الاقي فرق مش قادره تسافر مثلا، يعني انا هديك مثلا اسوان في الدوري الممتاز اكتر فرقه بتعاني. انا ليا يعني صله قرابه برئيس النادي اللي هو احمد سليمان. طب بمناسبه صله القرابه، معايا على التليفون حد قريب منك قوي، معرفش اتقررت قبل كده ولا ما حصلتش قبل كده؟ الله اعلم. طيب. حسب ايه؟ حسب الصله. حسب الصله. طب جرب كده اقول الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لك بقى امين ولا كابتن امين؟ ده اسامه. طالما قال كده يبقى اسامه. طالما قال كده يبقى اسامه. كابتن اسامه ده ما عارفش صوتك ده. ده ما عارفش صوتك على فكره. لا لا طالما قال كده. اخبارك ايه؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بيك وطبعا بامين وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا كابتن. عايز بس اهدي النفوس اقول لك على حاجه، كابتن امين ما عرفش صوتك في الاول. لا لا عرفته ازاي بقى؟ امال ايه؟ اول ما قال اقول لك كذا وكذا خلاص. انت بس اديته السين، اديته كلمه في البدايه السين كده في الاول. على فكره استاذ محمد احنا الاثنين صوتنا قريب جدا من بعض. يعني اللي بيتكلم في التليفون ما يبقاش قادر يميز. في ناس كتير بتتلخبط. كتير قوي بيتلخبطوا، كتير قوي بيتلخبطوا في الصوت، حتى يعني قرايبي ساعات بيتلخبطوا في الصوت بيني وبين امين. طب ودي استغلتوها في الكوره بقى مع حد ولا ما كانش ليها مواقف؟ لا 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 مستغلتها. لا ما كانش ليها مواقف. يحصل بكلم خالتي مثلا تلاقيها تفتكر ان انا امين. في نطاق العيله يعني. حصل لبس يعني. ايوه مظبوط مظبوط. طب عايز اقول لك على حاجه، يمكن دايما في عرف الكوره لعيبه الكوره بتبقى مع بعضها، يعني ايه الاثنين الاخوات ضربنا امثله كتير قبل كده، يعني شمس حامد وبدر حامد. اتكلمنا مثلا في عبد الله جمعه وصالح جمعه. الو؟ طيب انا هقول نعيد الاتصال تاني بالكابتن اسامه عرابي. مفاجاه. اكيد. انت قلت صله القرابه ف ما اصل اول مره. التليفون كان حاضر. اصل اول مره. اول مره. اول مره. فلا يعني هي طبعا حاجه كويسه يعني. انتوا كنتوا مع بعض في نفس التيم؟ لا لا هو اصغر. اصغر. اسامه اصغر. اسامه اصغر مني. فرق كام سنه؟ ما بلاش بقى. ما بلاش. لا 3 سنين. يعني هو اصغر 3 سنين. طب انتوا الاثنين لعبتوا كوره ازاي؟ لا واحنا طول عمرنا بص زمان ما كانش زي دلوقتي. زمان كان كل الناس بتلعب كوره في الشارع.
وكل الناس دوريات في الشارع وفي المهرجانات في الشوارع والكرة الشراب، وكان احنا لينا فرقة بنلعب بيها في المنيرة، والمنيرة يمكن طلعت لعيبة كتير قوي، الكابتن فاروق جعفر، الكابتن عبيز حسن، الكابتن عبيز هنداوي، طلعت نجوم، يعني طلعت نجوم كبار. طيب رجع لنا الكابتن أسامة تاني. اتفضل كابتن أسامة. ايوه كابتن امين كان بيتكلم بقى على المنيرة والكورة في الشارع زمان، وطبعا زمان غير دلوقتي خالص يعني. طبعا انت زمان الشوارع كانت فاضية في السبعينات والثمانينات، الشوارع كانت فاضية، يعني عدد الناس اللي كان عندها عربيات قليل جدا في معظم مصر يعني. فعشان كده كل الشباب والاطفال وبتاع كانوا بيلعبوا في الشوارع، فاحنا بقى في المنيرة يعني لعبنا في كل شوارعها وحواريها تقريبا، وحتى المناطق اللي محيطه بينا زي المانيال والسيده والقلعه وكل المناطق دي لعبنا فيها طبعا كره شراب يعني. طبعا. طيب قول لي بدات الكره ازاي يا كابتن اسامه؟ لان الكابتن امين بيقول لي اكبر منك بثلاث سنين، فبدا هو قبلك جت ازاي؟ يعني فكره اللعب الكره جه ازاي؟ الكره انت عارف اولا عندنا احنا نجوم كتير في المنيره زي فاروق جعفر، حماد امام الله يرحمه، احمد ماهر، مجدي امام، ما في لعيبه كتير قوي كانوا في المنيره يعني. فكنا بنشوفهم بيلعبوا، كمان اصحابنا اللي اكبر مننا او اصحاب خلاني وكده، فالموضوع جه كده ممارسه واحنا صغيرين، عندها 6 و7 و8 سنين، وبرضه في المدرسه من اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وانا بلعب في الشارع وفي المدرسه. وابتدت بقى بعد كده مع السن ابتدينا نعمل بقى فرقه كل واحد حسب سنه يعني. فامين كان عنده فرقه في السن بتاعه، وانا كان عندي فرقه، وكنا بنلعب بقى في الدوريات في رمضان او غير رمضان او ايام الخميس والجمعه بعد المدرسه في الاجازه يعني. فموضوع كان كله بقولك كله يعني كل الاطفال والشباب في الوقت ده كانوا بيلعبوا في الشوارع في مصر كلها يعني. طيب وخطوه اللعب للاهلي بالممارسه كده، وابتدت الناس بقى تعرف ان في حد ممكن يبقى كويس، لعيب كويس، ناس ابتدت تتكلم عليا، والموضوع بقى ابتدى كده يعني. هو ليه قصه غريبه في النادي الاهلي. ازاي؟ هو راح اختبارات النادي الاهلي ومشي. كنت انت موجود في الاهلي ساعتها؟ كابتن هاني مشاه. وبعدين راح المقاولين العرب. لعب لغايه 21 سنه. تمام. وبعدين في 21 سنة جه كان مدرب أجنبي في المقاولين، لغى فرقة ال 21 وصعدوه هو مع الفريق الأول. قال لهم بس مش أيدكم، مش هتأيدوا في الفريق الأول. تمام. فهو زهق، فلينا واحد صاحب خالي يعني وزملكاوي جدا، قال له تعالى هاخدك تلعب في نادي الزمالك. وخد. تمام. كان يعني راح نادي الزمالك، كان جيله اسماعيل يوسف واشرف قاسم واحمد رمزي تمام. كابتن اسامه سمعنا اكيد. سامع. وراح نادي الزمالك. مرن تمرينتين، فجه قال لي انا مش الوضع مش عاجب يعني، مش كنت حاسس. حركه كابتن امين كنت موجود في الاهلي. لا انا كنت موجود في السكه الحديد. كنت في السكه الحديد. قال لي انا مش عاجبني الوضع. فالمهم غاب شويه، فكان ساعتها المدرب الله يرحمه ويحسن اليه كابتن احمد مصطفى في نادي الزمالك. فراح له بعد كده قال له يا ابني نادي الزمالك مش باقي على حد، لو عايز تلعب تلعب، مش عايز تلعب. فاللي هو قريبي ده اللي خده، صاحب خالي ده زملكاوي جدا. تمام. خده ونزل بيه وهم نازلين راكبين الاتوبيس، كان الاتوبيس بيقف بيعدي من على كوبري الجامعه. تمام. وكوبري الجامعه كان جنبه نادي النيل بتاع الكابتن احمد ماهر الله يرحمه. فنزل بيه، كان صاحب كابتن احمد ماهر جدا، نزل بيه قال له ده فلان، فالكابتن ماهر عارفه لانه لعب ضده في المقاولين. قال له بكره تجيلي تسافر معايا، كان اسيوط تقريبا، كان فرقه كابتن احمد شوبير وكابتن محمود صالح، كابتن يعني مجموعه علاء ميهوب تقريبا، كان مجموعه كبيره يعني. وراح معاهم ولعب والدنيا مشيت معاه وبقى في النادي الاهلي يعني. بوريك المفارقات بتاعت لعيب الكوره يعني. عشان كده حتى احنا بنقول للناشئين ما يبقاش همك كله انك تلعب في نادي معين بعينه، ممكن ما يعني ما تتاخدش هنا صح، لكن ممكن تمشي في حته تانية وتبقى نجم نجوم الكوره في الدنيا كلها. كابتن اسامه. ايوه
رب صدفة خير من ألف معاد. مظبوط. صح؟ الموضوع صحيح عايز تعب وكده، لكن مفيش شك انه في توفيق برضه. يعني احيانا ربنا بيسير لك الامور كده في اتجاهات انت ما تكونش حاسب لها حساب يعني. وزي ما انا سمعت امين بيقول ان الاطفال والشباب اللي عايزين يلعبوا كوره ساعات احيانا بيروحوا في حته وما يوفقوش، يروحوا في حته وما يوفقوش. لازم يكون عنده اصرار وعزيمه، لان ممكن من ثالث رابع مره خامس مره تمشي الامور وتلاقي السكه بعد كده اتفتحت يعني. وده حصلت مش معانا بس، من لعيبه كتير جدا جدا راحوا الاهلي او زمالك او كده ما وفقوش، او انديه ثانيه وراحوا لاماكن ثانيه والامور مشيت معاها يعني. بس القصه في اصرار وعزيمه، وطبعا اكيد لازم يبقى في توفيق برضه. القصه دي اول مره تحكي يا كابتن اسامه؟ لا 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 لا، حكيتها قبل كده، حكيتها قبل كده يعني في اكتر من لقاء يعني. تمام. طيب كابتن امين، كان معاك يعني جيت النادي الاهلي بعد كده ولا فضلت في السكه؟ لا لا في السكه، فضلت في السكه. ما بطلت يعني. لعبتوا قصاد بعض يا كابتن اسامه ولا ما كانش؟ هو اصغر. ما هو اصغر بس. لا انا لعبت في الجيل اللي هو في النادي. لا لكن في الشارع. لا في الشارع براحتكم بقى. انا لعبت في الجيل اللي هو كان مجموعه يعني بتاع واحنا كنا اصغر، بس كنا بنلعب مع بعض احيانا، بس احنا اللي كنا بنكسب. هو اللي كان بيكسب. بيضحك عليك، بيضحك عليك. انا عايز انا الجيل اللي كان بيلعب ضدي في النادي الاهلي يعني مش عايز اقول لك، لو قلت لك الاسماء تتخض. مرحوم عادل عبد المنعم، محمد عباس، جمال جوده، جمال الجندي، فوز كوتي. لا كانت فرقه تخض يعني، فرقه درجه اولى. فقصدي اقول لك ان الكوره زمان مختلفه تماما. طب الكابتن اسامه كان بيجي الماتشات كان بيشجعك ولا بيشجع الاهلي؟ لا اكيد بيشجع الاهلي، هو في حد ما بيشجعش الاهلي؟ اذا كان احنا كنا بنشجع الاهلي. لا بص، هو قصه كمان انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن احنا واحنا صغيرين والد الله يرحمه كان اهلاوي لدرجه غير طبيعيه يعني، متعصب جدا. ويمكن هو ده اللي خلق فينا كلنا حب النادي، حب النادي الاهلي. يعني انا فاكر وانا صغير زمان كان ياخدني معاه الماتشات في النادي الاهلي ولازم يروح، ومفيش ماتش يفوته لما واحنا صغيرين في النادي الاهلي، لازم يروح ويتفرج على الماتش ويقعد. فقصدي اقول لك هي دي اللي بتعمل القصه كلها. لكن لو رجعت تاني بقى لموضوع الناشئين، اللي انا بقوله بقى لاولياء الامور دلوقتي، لان انا عاصرت وشفت الناس متمسكه قوي ان ابنك يلعب في النادي الاهلي فقط. ما هو كابتن اسامه ده اكبر غلط. لا ده كتير جدا، انا وديتك امثله كتير كتير جدا. ليه انت متمسك؟ ما هو انا كمان في النادي الاهلي او اي نادي انا ملتزم ب 25 لعيب. ما ينفعش اخد 40، ما ينفعش اخد 60. تمام. فممكن ابنك ما يبقاش كويس دلوقتي، او هو عندي مش دوره، لكن يروح حته تانية يبقى نجم، ونجم كبير، وممكن ترجع انت تجيبه تاني. طيب كابتن يعني كلمه اخيره تقولها في ختام هذه الفكره، لان هي فكره اول مره كابتن اسامه عرابي وكابتن امين عرابي يكونوا مع بعض في مداخله مع بعض، وناس كتير ممكن ما تكونش عارفه ان الاثنين اشقاء واخوات. ليه؟ كل الناس عارفه. ممكن ناس كتير لا 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 ناس كتير لا في مدينتكم مش واخده بالها. فايه الكلمه اللي تحب تقولها في ختام هذا الحوار، او تكلمنا عن العيله نفسها في البيت لما كنتوا بتلعبوا كوره، الجو كان بيبقى عامل ازاي؟ هو في السكه وانت في الاهلي؟ لا ما طبعا يعني والدتي تبقى قلقانه علينا على طول، لان هي ما كانتش عايزانا نلعب كوره. هو والدي الله يرحمه اللي كان اهلاوي جدا، ورغم ان هو اصلا مدرس يعني مهتم بموضوع التعليم جدا لاخواتي كلهم، لكن هو كان نفسه حد فينا يبقى لعيب كوره، كان اهلاوي كبير يعني، وحاول معايا على فكره وانا صغير كام مره، لكن يعني الموضوع اتحقق بقى ايه في سنه 81 82 يعني. ف مهم زي ما امين قال موضوع ان الناشئين لازم يبقى عندهم اصرار، لازم لما حد يعني ما يوفقش في مكان يحاول تاني ويحاول تاني، لان الناس مرتبطه باعداد ويعني بعدد في كل فريق. الحاجه الثانيه الاخيره بقول لامين بالتوفيق ان شاء الله في مكانه الجديد في نادي الصيد، و يعني هو امين خدم كتير في النادي الاهلي وربنا يوفقه ان شاء الله في حياته يعني.
الطبيعه دايما بحس ان الكابتن اسامه هادي والكابتن امين هادي، دي طبيعتكم دايما هادي؟ هاديين هاديين دايما. لا بص انا 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 هادي في الظاهر يعني في الظاهر في يعني في 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 في, في مجمل حياتي صح هادي، بس اللي يعرفني كويس لما بخرج عن شعوري ببقى صعب شويه. تمام. يعني يمكن في ناس لاحظتها احيانا في وانا بدرب ولا حاجه، لكن في المجمل صح انا هادي يعني. تمام. وامين نفس الشيء يعني هادي، لكن هو بس هو صغير شويه كان شاي شويه. مش قوي يعني. مش قوي، يقول لك مش قوي يا كابتن اسامه. لا شويه. شكرا جزيلا كابتن اسامه وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا ليك الله يخليك. بيقول لك كنت شاي. لا مش قوي يعني، ما هو اصل بص اصل مش ممكن تبقى كل الناس زي بعض. اكيد. يمكن انا كنت عشان اكبر وانا جاي يعني بعد اتنين بنات وجه بعديا هو واحمد، فانا كنت الكبير. فانا بيني وبينك كنت شقي شويه يعني، شقي بقى في المدرسه ومش عارف ايه وزوغ والحاجات اللي هي بتاعت زمان دي. بس كانت حياه جميله يعني، ما كانش فيها زي دلوقتي. يعني كنا شقاوه بس باحترام وبادب وما فيهاش حاجه يعني مش مؤذيه. لا لا خالص خالص خالص، زي العصر اللي احنا فيه دلوقتي. لا لا خالص خالص يعني. كبيره مثلا ما تروحش المدرسه، تزوغ تروح تلعب ماتش كوره، مش في دماغك يعني. وانت عارف زمان كان التعليم مهم جدا. أكيد. يعني كان كل واحد، انا عايز اقول لك في ناس بطلت كوره بسبب ان اولاد عمرهم كانوا مصرين على الدراسه. دلوقتي العكس، دلوقتي هو بيجيب الولد يخرجه من المدرسه عشان يلعب كوره، يوديه الاكاديميه يوديه يلعب كوره 24 ساعه في النادي. دي طبعا لان برضو الحياه اختلفت والماده اختلفت. زمان ما كانش، زمان كنت بتلعب لحب النادي. انت مش ما بتاخدش حاجه يعني. زمان لعبت الكوره حتى في النادي الاهلي يعني، واحنا كنا بنروح النادي الاهلي وبتاع، تلاقي مثلا النجوم الكبار الكابتن محمود الخطيب، الكابتن مصطفى عبده، الكابتن، تلاقيهم من الساعه 12 في النادي والتمرين الساعه 4 وقاعدين في الجنينه وبيتكلموا مع بعض، وبعدين يخش التمرين وخلص التمرين يقعد تاني في الجنينه لغايه اما يروح. النهارده مش كده. النهارده اللعيب بيجي يلعب الساعتين بتوع التمرين عشان يقبض وبعد كده شكرا، ولو بكره الصبح نادي تاني اداله ازيد منك هيسيبك ويمشي. زمان عصر الاحتراف زي ما بيقولوا، عصر الاحتراف. بس زمان ما كانش كده، كان زمان الولاء للنادي فانيلا، وكان صعب جدا ان حد يتنقل من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي او من الاهلي للاسماعيلي او العكس، ما كانش فيه كده. لكن دلوقتي الحياه اختلفت. من حق كل لعيب انه يدور على مصلحته، من حق كل لعيب انه يدور، لكن انا بقول لازم يبقى ليك انتماء. يعني لازم يبقى ليك انتماء، لان انت لازم يبقى ليك شخصيه من النادي اللي انت بتروح له. أكيد. لازم عندك شخصيه النادي، لازم يبقى عندك اداء النادي، دي بتفرق كتير جدا 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 يعني. طيب نرجع بقى لمرجوعنا وسيره القرابه اللي كانت موجوده مع احد الشخصيات اللي كنت بتتكلم عليها. يعني بقول لك مثلا نادي اسوان. عشان تقول لي دوري محترفين في الممتاز به، النهارده التكلفه بتاعته قد ايه عشان كل ماتش يلعب اسبوع عنده، اسبوع في القاهره او اسبوع في اسكندريه؟ مكلفه جدا. وما عندوش فلوس وما عندوش امكانيات، ده بيلعب في الدوري الممتاز. انت فاهم ازاي؟ يعني انت بتتكلم في اعلى درجه. في اعلى درجه. طب تعالى بقى للي اقل، اللي اقل الظروف اللي كانت حواليها تبقى اصعب، اصعب بمليون مره. وبعدين مش هتقدر انت بقى، معلش، في فرق بقى في الممتاز به مش هتقدر تبايت اللعيبه في اوتيل قبلها بيوم، هتضطر تجيبهم بالقطر قبلها بيوم. يعني دلوقتي في الممتاز به في ناس بتسافر يوم الماتش بالقطر 12 ساعه و13 ساعه، ما عندوش امكانيات. طب انت هتخليه دوري محترفين ازاي وانت مش هتصرف عليه؟ هو دوري محترفين موجود في اوروبا، بس الاوروبا او الاتحاد بيصرف على الانديه. لا هنا ما هيديك 50000 100000 بعد كده ما فيش، لان هناك في سبونسر. بره اللي بيصعد من الممتاز به للدوري بياخد مكافاه، بياخد مكافاه. هنا هناك بقى في سبونسر، في ناس بتبقى مسؤوله عنك، التلفزيون ماتشات بتتذاع بيديك كل حاجه. احنا هنا عندنا لغايه دلوقتي يعني، مش عايز اقول لك بما فيهم النادي الاهلي، بيعاني ان ما ياخدش حقوقه من البث، بيعاني يعني ما ياخدش، لولا ان هو النادي الاهلي او نادي الزمالك او الانديه الكبيره. يعني في انديه برضو بدون ذكر اسماء، انديه كبيره ما عندوش فلوس. انت قصدك الظروف المحيطه هنا عكس طبعا بره. فانت اشتغل على قد اللي عندك. تمام. انت عايز تطور حاجه مش هتحصل في مصر. هتبقى صعبه جدا. او طبق الحد الادنى ليها. لكن زود القاعده والعب
وخلي الناس تشوف وخلي الناس تكتشف اللعيبه وتشوف اللعيبه، لان ياما لعيبه في الدرجه الثالثه وفي الدرجه الثانيه لعبوا في الممتاز وكانوا من احسن اللعيبه. فهي دي الفكره، انت يعني كل ما تزود القاعده انت الكسبان للمنتخبات مش للانديه. مزبوط. للمنتخبات مش للانديه. فلكن هتقول لي محترفين اللي معاه فلوس اكتر هو اللي هيكسب. صح. وده والباقي هيتطحن. العالم كله ماشي كده. الباقي هيتداس عليه. خصوصا احنا في مصر، ما انا زي ما بقول لك انديه معهاش. طيب. يعني القسم الثالث، الفرق اللي معاك في المجموعه والصعود بيبقى فريق واحد ولا اكتر من فرقه؟ ومين ابرز الفرق اللي معاك؟ لا بص، انا معايا فرق قويه جدا. يعني معايا مجموعه القاهره اكيد. انا جيزه. جيزه؟ معايا اتصالات. تمام. معايا جولدي، معايا شارع الدخان، معايا اكتوبر، معايا لا فرق كلها محترمه، وفرق فيهم لعب دوري ممتاز، فيهم لعبوا في الممتاز به، وفيهم يعني قصدي اقول لك الدوري قوي جدا. بيصعد فريق واحد؟ هيصعد فريق واحد. انت فاهم؟ فانت منافسه قويه. منافسه قويه جدا، ودوري صعب جدا جدا. وزي ما بقول لك الناس يعني ايه، احنا مشكلتنا في مصر برضه يا محمد ان احنا ما بنشوفش الا اللي قدامنا. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ان كل اهتمام الاعلام واتحاد الكوره والدنيا كلها بالماتشات الممتاز الف المذاعه تلفزيونيا اللي الناس بتشوفها، اللي الناس بتنتقدها، اللي الناس بتكتب عنها. تعالى بقى للممتاز بيه والثالثه او الرابعه. الممتاز بيه بنحس بيه واحنا في المراحل الاخيره. في المراحل الاخيره مين هيصعد؟ مين هيصعد؟ لكن في ماتشات بيحصل فيها كوارث والناس ولا تدري عنها ولا حد بيها لما بتحصل المصيبه ولا حد عارف عنها حاجه. مظبوط. في الدرجه الثالثه كده بيحصل كوارث ومحدش عارف عنها حاجه، والاتحاد يعني يقول لك ايه؟ ما درجه ثالثه، ما سيبهم يموتوا بعض، يطحنوا بعض. حتى في الحكام يعني انت مفروض، ما هو دوري زي دوري. انت قصدك بتعاني يا كابتن امين؟ ده اللي طبعا بتعاني. بتعاني بتعاني. تعال شوف الملاعب، مش عايز اقول لك في ملاعب لا تصلح للاستعمال الادمي. في حاجات ملاعب بدون اسوار، ملاعب بدون مش عارف، مش عندي. شوف بقى، خش بقى على الصعيد وخش على البنيه التحتيه فيه ممتازه. ايه؟ الصيد البنيه التحتيه فيه ممتازه. ما انا ما بتكلمكش على ناديه. انت بتتكلم في الظروف المحيطه للفرقه. انا بتكلم على الظروف المحيطه بيك والظروف اللي انت، وبعدين تيجي مثلا ماتش مهم تلاقيه بعت لك حكم معلش لسه بيتعلم، وتعاني انت بقى، وبعدين هو مش شايف، فالحكم هياخد القرار انت خلاص انت لوست. فلا في حاجات كتير. ما انا زي ما قلت لحضرتك، انت اي حد عايز يبني حاجه كويسه اعمل خطه كده لمده 10 سنين واحطها قدامي، 5 سنين واحطها قدامي، هنمشي على النظام. يعني انت النهارده ما تجيش تقول لي اول السنه فرقتين، وبعدين اول ما يبدا الدوري تقول لي 5. انت فاهم؟ انا اقول 5 دي بعد 3 سنين قدام، هنمشي 2، السنه الجايه يبقوا 3، السنه اللي بعدها يبقوا 4، السنه يبقى كل واحد تدرج في كل المراحل. واحد عامل حسابه. انت فاهم؟ مظبوط. خلاص وانا عارف بقى، انا محضر نفسي ومجهز نفسي وبشتغل على هذا الاساس، والناس مرتاحه وكل واحد هيحارب عشان يوصل للحته اللي هو عايز يوصل لها. لكن مش فجاه النهارده كده، لا بكره كده. يعني جم لغوا، قال لك الاول السنه دي كان في دوري الترقي، راحوا لغينا ورجعوا كل حاجه زي ما كانت، واللي ما طلعش ما طلعش واللي ما نزلش. جم قال لك 4 ينزلوا، قال لك لا كفايه 2، راحوا مطلعين 2. لا الموضوع لا صعب. طيب كان الله في العون. لا طبعا اكيد يعني. طيب نرجع بقى نتكلم في الكوره. اتفضل. التفاصيل الفنيه والكوره، وعندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت الجاي، مباراه الاهلي والزمالك. وفي قطاعات الناشئين سبق ليك خط مباريات كتير في هذه المباريات القمه، سواء على ملعب الاهلي او حتى في ميدو ملعب الزمالك. بالظبط كده. مباراه القمه يوم السبت اللي جاي شايفها ازاي بالمقاييس الفنيه والنتائج اللي اتحققت بالنسبه للفريقين اخر شهر؟ شوف على الورق وبالنتائج الاهلي افضل دلوقتي في الحاله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. تمام. ده على الورق والنتائج اللي فاتت بدايه الدوري والنتائج، الاهلي افضل. ولكن مباريات القمه اهلي وزمالك انا يعني في تصوري ملهاش مقياس، ملهاش حسابات، ملهاش حسابات ولا قياسات. يعني زي هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا،
كل الناس، كل الشارع، الجمهور، الشارع المصري كله، المباراة اللي فاتت بتاعة السوبر، أنا ليا أصدقاء زملكاوية كتير، كل الناس نايمة ومطمنة إن الزمالك كسبان كسبان. المستوى بتاع الزمالك في آخر نهاية الدوري وفي الكاس وكاس مصر والنادي الأهلي يعني احنا خدنا البطولة لكن هنا مش كويس. وعانينا عانينا طول السنة اللي فاتت. لكن البطل في النهاية بيبقى بطل. يعني أنت ممكن تعاني. يعني زي ما بيقول لك إيه؟ يمرض ولا يموت. مظبوط. أنت فاهم؟ احنا البطل. المقاييس بتاعت المباراة بقى احنا دخلنا احنا تفوقنا. تمام. الدنيا بدأت تمشي لأن احنا الكيرف بتاعنا كان نزل بدأ يطلع تاني. بيعلى. والعكس. في الناحية التانية. تمام. لكن عايز أقول لك أنا أتمنى كراجل أهلاوي إن أنا أكسب ونعمل ماتش كويس وإن شاء الله يبقى هو ده اللي يتحقق يعني. لكن في النهاية المباراة أنا في تصوري صعبة. صعوبتها بتزيد نتيجة الأداء والظروف والماتش اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة؟ طبعا. ماتش السوبر والبداية اللي بدأ بيها الأهلي؟ طبعا. خلي بالك. لأن الوقت قصير ما بين ده مباراة السوبر ومباراة الدوري. طبعا. وبعدين خلي بالك اللعيبة ممكن الماتش ده اتخطف أو اتسرق أو أنت كنت الأفضل. المرة الجاية هعمل حسابك أكتر، ممكن ما كنتش عامل حسابك. يعني زي ما قلت لك أنت أعلى مني دلوقتي. الماتش السوبر انا مش عامل لك حساب قوي، انا هكسبك هكسبك، رحت انت راكب. تمام. المره الجايه هو هيعمل حسابك، وانت لو ما عملتش حسابك هتبقى مشكله. انت لازم تعمل حساب نفسك وحسابه. طبعا. يعني قصدي لازم احترم الخصم بقدر اسمه وبقدر امكانياته. ما فيهاش هزار. طول ما انت بتحترم الخصم وطول ما انت بتحترم الكوره وطول ما انت مركز وطول ما انت عايز وإصرارك وشخصيتك في الملعب وشخصية النادي اللي بتلعب فيه تفرق كتير معاك قوي. طب أخلاق الدوافع إزاي يا كابتن أمين؟ يعني حضرتك بتتكلم في جزئيات متعلقة بالثقة وبالناحية المعنوية وإن أنا أعمل حساب نفسي قبل ما أعمل حساب للفرقة المنافسة. طبعًا. طب أخلاق يعني الدوافع لكل ده إزاي عشان يعني أنا أقول أنا لو المدير الفني مكان مستر فايل انسى الماتش ده. تمام. نهائي. أمسحه من الذاكرة. أمسحه تمامًا. اخد المميزات واشوف السلبيات واشتغل عليها، لكن انسى النتيجه دي نهائي وانسى السوبر ده نهائي. انا داخل في معترك جديد، بطوله جديده. احنا فرقتين متساويتين، كويس، فرقتين القوه لازم افهم اللعيبه كده، الفرقتين القوه متساويه عندهم نجوم زي ما انت عندك نجوم، لازم اعمل حسابي، لازم عندي شخصيه النادي الاهلي، العب بشخصيه النادي الاهلي، العب بروح النادي الاهلي بالقتال والإصرار والعزيمة وانسى المباراة دي خالص مش في الذاكرة. تمام. تملي بص قدام، اللي فات فات خلاص، حلو ومر هو فات. أنا لازم أبص لقدام تملي وأشوف ما بصش تحت رجلي. صفحة في التاريخ وقلبتها. وقلبتها. فدي الدوافع اللي أنا لازم أديها للعيبة. ومباراة قمة، مباراة تفرق معاك كتير قوي لو كسبتها. لسه الدوري طويل لكن هتديك دفعة معنوية كبيرة جدا، هتهمد الخصم بتاعك اللي هو في النهاية هو اللي بينافسك. أكيد طبعا، وفرق النقاط هيبقى 5 وأنت لسه في أول 4 أسابيع. أنت فاهم؟ وأنت لسه عندك حتى هتلعب بعد كده وأنت مرتاح. وبعدين أنت العب وما تبصش وراك. أنا بلعب وبص لقدام. أنا ماليش دعوة إيه اللي حصل. هو كان مش كويس، هو كان كويس. أنا عايز إيه من المباراة؟ أنا عايز ليا أهداف أحطها في المباراة. 3 بونت، الروح القتالية، الإصرار، العزيمة، شخصيتي في الملعب، شخصية اللعيبة في الملعب، هو ده اللي كسبك المباراة. طيب الجمهور ممكن يكون له مقياس مختلف عننا، يعني الإعلام بيحاول يكشف الصورة والمحللين بيحاولوا يعني يحللوا الوضع اللي احنا فيه، لكن الجمهور فرحان مبسوط شايف ان في مكسب، شايف ان في ثقة. هل انطباعات الجماهير ممكن تنعكس على اللاعبين قبل مباراة مهمة زي دي؟ ما هنا بقى واعتقد ان النادي الاهلي يعني جدير بالكلام ده. والكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره، واعتقد ان النادي الاهلي طول عمره بيقفل على نفسه خلاص، ما ببصش، ما بسمعش، ما بشوفش، انا جوه الملعب بس. ما وصلش للعيبه انطباعات الجمهور. تمام. ما وصلهمش، انا اقفل على نفسي واقفل على لعيبتي
اشتغل على لعيبتي، اركز في ماتشي. الجمهور بقى يقول انت هتكسب اثنين، ده هيكسب ثلاثه، ده انت هتتغلب. لا، انا قفلت ولا اوصل لهم الكلام ولا اخليهم يهتموا بالكلام ده، واقفل عليهم خالص وابدا اركز عشان اقدر اوصل. لكن انت لو مشيت ورا الناس والكلام هتضيع. ما تسمعش، ما تسمعش، اقفل على نفسك خالص، ما تركزش معاهم، فكر في فرقتك، فكر في الخصم، ذاكره كويس عشان تقدر ربنا يكرمك. لكن هتسمع؟ لا، الجمهور يقول زي ما هو عاوز، ده جمهور. يعني بقول لك، يعني انا زي ما قلت لك، كل الناس في مباراة السوبر الاغلبيه كانوا متوقعين فوز على المستوى اللي قبل كده، والتاريخ كمان كان فيه مباريات كتير بتقول كده، لكن سواء للاهلي او للزمالك. النادي الاهلي قفل، اشتغل مدرب، عرف يوضع خطه كويسه ممتازه، عرف يختار اللعيبه بتاعه المباراه، يختار اللعيبه بتاعه المباراه طبعا، دي مهمه جدا. ما هو انا محمد قاعد قدامي، لازم اذاكره كويس قوي عشان اقدر احط الخطه اللي تناسب محمد. لكن انا ما شفتكش وما اعرفكش، طب انا هلاعبك على اي اساس؟ اختياراتي للعيبه، انت عندك مفاتيح لعب، هقفل عليها بمين؟ انا عندي قوه مميزه، هلعب بيها بمين؟ هستفيد بيها ازاي؟ هستفيد بيها ازاي؟ فكل ده لازم يبقى في دماغك كمدرب وتشتغل. اعتقد ان مستر فايلر اشتغل عليها كويس جدا. انا شايف النادي الاهلي في تصاعد، النادي الاهلي بيلعب ماتشات كويسه جدا، رجعت روح الاصرار والعزيمه والاراده بتاعت النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. الحمد لله بفضل الله، بنلعب كره هجوميه، بنروح لقدام، عدد الاهداف زاد، دي كلها ادتنا دوافع كبيره جدا. وزي ما قلت لك، انا اتمنى كاهلاوي ان شاء الله ان احنا نعدي المباراه ونكسبها باذن الله. طيب ايه اللي عمله فايلر عشان يامن خط الدفاع؟ لان لو بصينا لنتائج المباريات الاخيره، انت مش بتكسب بسكور، لا، انت بتكسب بسكور وبتحافظ على نظافه الشباك. ممكن يكون دخل فيك هدف في مباراه في الدوري، هدفين مثلا في السوبر نتيجه ظروف ان في اتنين مساكين اتعوروا او اتصابوا في المباراه، لكن الحفاظ على نظافه الشباك والحفاظ على التامين الدفاعي وصلابه خط الدفاع خلى الفرقه كلها واحده واحده. تمام. ليه؟ يعني في فترات كنا بنهاجم ما بندافعش، فترات بنهاجم ما بندافعش. دلوقتي الفرقه ماشيه واحده واحده، بتروح في الهجوم بالعشر لعيبه، ترجع في الدفاع بالعشر لعيبه، في قرب مسافات، في تقفيل ملعب، فالدنيا بقت مخنوقه على الخصم، ما بقاش في تفكك، ما بقاش في بعد مسافات بين الخطوط وبعضيها. فقدر يخلي، زائد ان انا اديت اللعيبه ثقه. ثقه طبعا، طول ما اللعيب بيثق في مدربه وحس ان مدربه ده بيعامله كويس، شخصيه كويسه، بيديك الثقه، بيخليك تلعب وانت مش قلقان، بيخليك تلعب وانت عايز تستمتع وعايز تلعب، قرب المسافات، عمل واحده واحده، بقى كل ده في صالح الفرقه، دي صالح الفريق طبعا، دي مهمه جدا. هو الكره كلها اخطاء، عشان اجيب جول انت لازم تغلط طبيعي، ما هو انت لو ما غلطتش انا مش هجيب، وانا العكس، لو انت لو انا ما غلطتش انت مش هتجيب. هو قلل نسبه الاخطاء، قلل نسبة الأخطاء. وبقى كل جنب او العمق بيشتغلوا مع بعض، ما بقاش في واحد فوق واحد تحت، بقت في مسافات قريبه، بقى في تضييق مسافات، خلى الفرقه كلها زي ما بقول لك بتمشي بلوك واحد، رايحين مع بعض، راجعين مع بعض، بنقفل مع بعض هنا في الهجوم، كل واحد وراه واحد عمل الكفرنج بتاعه، بنشتغل مظبوط. اعتقد ان هو يعني يا رب ربنا يوفقه ويكمل كده لنهايه الدوري. رينيه فايلر وقدامنا جزء اهو من تدريبات سابقه، يعني التدريبات دي لقطات سابقه من تدريب النادي الاهلي. فايلر اعتمد سياسه جديده في مساله تدوير اللاعبين والروتيشن اللي حصل في بدايه المسابقه، لدرجه انك القائمه بتاعتك حوالي 28 29 لاعب، انت لغايه اللحظه دي انت لعبت بحوالي 25 24 لعيب، يعني اكتر من 90% من قوام القائمه والتشكيله بتاعت الاهلي. السياسه في ده ايه او معناها ايه؟ ده ذكاء. ذكاء من المدير الفني. طبعا. ذكاء وثقة في اللعيبة. يعني ذكاء وثقة في اللعيبة. طالما بيمرن كله زي بعض وهو شايف وبيدي كل واحد دور، وكل واحد ما يستعجلش هيجي له دور وتلعب، وبيديك الثقة هتنزل تقاتل عشان تبقى كويس. تمام. كويس؟ فالتدوير بتاعه هو بقى بيعمل ايه؟ هو ما انا قلت لك مهم جدا اذاكر الفرقة اللي قدامي.
عشان اقدر اختار مين اللي يلعب. لازم اقراها كويس. طبعا. يعني في ماتشات ممكن ما يبدلش فيها. وفي ماتشات ممكن يعمل الروتيشن بتاعه. انت فاهم؟ لكن في النهايه يعني هيبقى في تثبيت للفرقه. لكن تخلي بالك برضو عندك اصابات، عندك حاجات بتطلع لك كده في النص انت مش بعيد عنها. لكن هو ده انا شايف انه ذكاء منه جدا، بيفكر كويس، بيذاكر اللي قدامه كويس جدا، بيعرف يدي ثقه للعيبته. لعيبه انا شايف ان في لينك بينهم وبينه كويس جدا. فالروتيشن ده هو الاقدر انه يقدر يختار. في مثل هذا اليوم زي ما بيقولوا كده النهارده 15 اكتوبر كان النادي الاهلي سبق ليه الفوز بكاس السوبر المصري على نادي الزمالك. المباراه كانت في استاد هزاع بن زايد في الامارات. كانت البطوله دي هي للمره التاسعه في تاريخ النادي والرابعه على التوالي. المباراه دي انتهت 3-2. المباراه الشهيره كنا عارفينها في استاد هزاع بن زايد اللي انتهت 3-2 بعد ما كان الزمالك متقدم بهدف وقدر الاهلي يتعادل بعد ما قرابه ضيع ضربه جزاء والاهلي قدر يكسب في النهايه. كابتن زيزو تقريبا كان الكابتن زيزو هو المدير الفني. المدير الفني. لا طبعا ده تاريخ. وانت عارف النادي الاهلي زي ما قلت لك النادي الاهلي اهي المباراه النادي الاهلي عارف ايه؟ متأصل باصاله المصريين. متأصل باصاله المصريين وشخصيه النادي الاهلي. جمله مهمه جدا. هقول لك ليه. النادي الاهلي ما بيبانش الا في المواقف الصعبه. زي المصريين، زي الجندي المصري، زي اما تشتد عليه الامور تلاقيه واقف وصامد ويقدر ويحقق. النادي الاهلي على مدار تاريخه، على مدار تاريخه يعني هات لي سنه كده من السنين النادي الاهلي خرج بدون بطولات. اما خدش دوري هياخد كاس، اما خدش كده هياخد كاس افريقيا. لا وهي يعني ما أنا جمله حضرتك في القياس اهي، خسر الدوري والكاس البطوله دي حسام غالي ورمضان صبحي ورامي ربيعه كانوا بيقولوا للجمهور ارفع راسك فوق مفيش سنه هتعدي. هو ده النادي الاهلي. هي دي شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي على مدار تاريخه وعلى مدار لعيبته اللي لعبت وعلى مدار جماهيره اللي رحلت واللي موجوده طول عمر النادي الاهلي هي دي شخصيته. وانا اعتقد ان يعني الكابتن محمود الخطيب السنه اللي فاتت واحنا في قطاعات الناشئين حتى لما جه قعد مع اللعيبه قال لهم شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لعيب النادي الاهلي والروح بتاعت النادي الاهلي. يعني ساعات في كتير يقول لك ايه النادي الاهلي هي دي روح النادي الاهلي، النادي الاهلي بيجيب الجون في الدقيقه 90، النادي الاهلي هي دي شخصيته. اما تتزنق قوي وانت بتلعب وبتقدر ربنا بيديك. بتشوف معدنه في اللحظات الصعبه. طبعا طبعا هي دي زي ما قلت لك هو ده النادي الاهلي طول عمره. مش انا مش بقول كده، على تاريخ النادي الاهلي كله. فدي مهمه جدا، مهمه جدا شخصيته. يا رب يكون فقل حسن. يعني النهارده بنتذكر ذكرى بطوله كانت كبيره جدا وكانت جايه في توقيت صعب قوي على فكره البطوله دي، لان ساعتها انت كنت خسران دوري وكاس وكانت بطوله السوبر هي الملاذ الاخير ليك. ما انا قلت لك النادي الاهلي عمره في تاريخه ما فيش سنه خرج خالي الوفاض زي ما بيقولوا. لا انا يا دي يا دي يا دي، هي دي، هو ده النادي الاهلي وهي دي شخصيته وهي دي لعيبته وهو ده جمهوره. وعمر جمهور النادي الاهلي ما كانش في ظهر النادي الاهلي في اسوأ الظروف. ده بالعكس في اسوأ الظروف لازم يكون في ظهر النادي. ما انا بقول لك عمره ما كان مش في ظهر النادي الاهلي. طول عمره في ظهر فرقته، طول عمره في ظهر لعيبته، طول عمره ورا فرقته. عشان كده كمان اللعيبه بتحس بيوصل ده كرسائل. طبعا طبعا وبيديله حقه يعني بيفرحه اخر الموسم وبيجيب له بطولات وبيجيب له وبيجيب له. فهو ده هو ده هو ده النادي الاهلي. طيب جزء فني وشق فني متعلق باداء عدد من اللعيبه، الفتره الاخيره شفنا في تطور في اداء عدد من اللعيبه. ظهروا بشكل متميز، شالوا الضغوط اللي عليهم، ادوا مباريات كبيره. رمضان، حسين، اجاييه. ده بيبقى راجع لايه؟ راجع للمدرب. المدير الفني بيشتغل طبعاً على الجزء التخصصي معاهم طبعا ولا لا جزء نفسي؟ تخصصي. نفسي اولا، تخصصي ثانيا، تطوير في اداء اللاعب ثالثا. انت كمدير فني بيبقى عندك خامه. الخامه دي انت اللي بتطورها، انت اللي بتشكلها، انت اللي العجينه دي انت اللي بتظبطها. انا شايف ان انت عندك امكانيات كويسه تقدر تشتغل من هنا وتقدر تعمل دي وتقدر تعمل دي، بس اسمع. يعني لازم تسمع. طالما سمعت، ما انا قلت لك في الاخر
اللعيب اللعيب عنده ثقه في مدربه هيعمل اي حاجه. لو المدرب انت حبيت مدربك، حبيت شخصيته، هتسمع منه اي حاجه، هيطور ادائك، هيخليك تشتغل كويس، هيوجهك للمظبوط، وطالما انت بتنفذ ادائك هيتطور. يعني فرق شاسع بين رمضان السنه اللي فاتت والسنه دي. طبعا خبراته زادت، يعني خبرات رمضان زادت، لكن تعالى النهارده لمسه ولعبه، ما بيفوتش الا في وقت هو عايز يفوت فيه. السنه اللي فاتت جاب كام جول؟ السنه دي ثلاث ماتشات بثلاث جوان. مظبوط. في تطور في الاداء. نفس عدد الاهداف السنه كان بقى بس في 20 مباراه. في تطور في اداء اللعيبه ككل كفرقه. اه. انت فاهم؟ مين يقول جاي يلعب راس حربه؟ تمام. لعب راس حربه، هو شايف الحته دي بالنسبه له. اداله الثقه وطوره. اهي. اه. قدامنا لقطه اهي. اداله الثقه وطوره. معانا بالظبط. اداله الثقه وطوره والعب. ما هو المدرب الذكي انا بقول للعيب العب. طب ده يا كابتن امين جزء من التحضير النفسي للعيب قبل التمرين او قبل اي مباراه؟ اه طبعا. ان المدير الفني واقف بيتكلم معاه قبل التمرين طبعا، حتى اشارات ريني فايلر يعني اتحرر. انا طبعا مش عارف الكلام بالظبط في تفاصيله، لكن لا ممكن يكون بيكلمه انت الماتش اللي فات كنت كذا، انا عايزك تبقى كذا، اعمل كذا، دي هتبقى احسن لك، دي في مصلحتك، اشتغل على دي، انت فاهم ازاي؟ دي هتخليك مميز اكتر. ما خلي بالك برضو في لعيبه، يعني انا لو بلعب عليك مثلا وانت بتلعب طول السنه لعبه واحده حفظتك حفظتك لكن انا لما احيرك مره هعمل كذا والمره الثانيه هعمل كذا المره الثالثه هعمل كذا، هخليك مش واقف على رجلك. فدي مهمه جدا. فالحته النفسيه بين المدرب واللعيب مهمه جدا جدا، ان انا ازاي اخليه يتقبل الكلام واشتغل وبراحه بال واشتغل ما يهمكش. يعني انا فاكر مثلا مستر مانويل جوزيه الفتره اللي قعدها ومسك فيها كان كل كلامه للعيبه، ده من كلام اللعيبه، ان انزل اتمتع، متع نفسك، انت تلعب كره للمتعه مش متع نفسك. فكان في تحرر للعيبه، مفيش ضغوط، ما يهمكش، انا هتحمل مسؤوليه الخساره، انا كمدرب مالكش دعوه، انت تلعب وانا هتحمل مسؤوليه الخساره، بس انا عايزك في الملعب تعمل اللي عليك وتأدي وتطلع راضي عن نفسك. تمام. النتيجه بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن اتحرر، العب، ما تسمعش للي بره، ممكن الجمهور يبقى ضاغط عليك، اعمل ميديا، جمهور في الشارع، ايا كان، لكن انت العب لعبك، العب لعبك. اشتغل شغلك اللي انا بقول لك عليه اللي هو يطورك، دي مهمه جدا 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 للعيب الكوره. طيب التشكيله، هل التشكيل الفتره القادمه ممكن يكون تشكيل ثابت، ولا برضه هيفضل مساله التطوير دي نتيجه ان مثلا في ماتشين في اقل من خمس ايام؟ اعتقد الماتش اللي جاي هيبقى فيه تثبيت شويه، تثبيت تشكيل، الا الاصابات اللي يعني غصب عنه. هو حاليا قائمه الاصابات يعني الحمد لله كريم ندفد، محمود متولي، وبنتكلم في مروان محسن لغايه لما يكون في القناع بتاع الوجع عشان يقدر يلعب في المباريات، لكن يعني القائمه الحمد لله يعتبر شبه خاليه ثلاثه. شوف بس كل ما هتضيق المسافات بين المباريات هيبقى في تدوير. حسب كل ما تضيق المسافات، كل ما تضيق المسافات اه حسب الخصم اللي قدامي. كويس. ما انا قلت لك انت بتلعب على الخصم، ما بتلعبش لوحدك. تمام. انت بتلعب على الخصم اللي قدامك. كويس. كل ما يكون في تضييق مسافات بين الماتش والماتش ممكن يبقى في تدوير، لان احنا لعبتنا اولا المسافات، انا ممكن العب النهارده هنا وبكره في اسوان، انت فاهم؟ يعني النادي الاهلي خلص ماتش اتمرن راح اسوان لعب رجع، ما هو عذاب، والساعه 3 كمان في عز الحر. ما انا بقول لك، لكن انا لو عندي هلعب الجمعه وبعدين الجمعه لا هثبت. ليه؟ الاسبوع فيه راحات، اقدر اشتغل كويس، استعاده الشفاء للعيبه، الريكفرنج بتاعهم يرجع لهم، اقدر اشتغل بنفس المجموعه اللي هشتغل بيها. لكن اليوم النهارده السبت وهلعب الاثنين او هلعب الثلاث، طب ما في يومين في لعيبه اللي استعاده الشفاء بتاعتها، في واحد واخد كدمه، في واحد مش هيقدر يلعب، انت فاهم؟ الخصم اللي قدامي محتاج ايه؟ انت فاهم؟ وبعدين المهم جدا ان انا احضر ال 30 لعيب بنفس المستوى وبنفس الثقه، وده اللي بيحصل اكيد في الساعات اللي ماضيه، يعني حتى المباراه والديه والا مش هيعرف يدور. شوف اي فرقه عايز يبقى بطل اللي جوه زي اللي بره، زي اللي بره، فرقتين الدكه اقوى من اللي جوه، عشان لما ده ينزل المكان ده ما عنديش مشاكل، الناس ما تحسش بالفرق، ما عنديش مشاكل، عشان كده اقدر اغير واعمل التدوير وانا مطمن.
ولكن لو انا ما عنديش غير محمد هفضل محمد محمد لغايه ما محمد بقى يحصل له حاجه اجي لاعب الثاني تبقى المسافات بلغه الكره احرقه بدنيا يعني لا والمسافات هتبقى بعيده لكن انا لو مش مجهز اللي بره نفسيا الاول وانت لعيب كويس شد حيلك واتمرن وهتلعب وهيجي لك وقتك ممكن بعد بكره واتمرن كان انا اللي هلعب الماتش اللي جاي رغم ان انا مش هلعب احسسه ان انت اللي هتلعب الماتش اللي جاي كويس مش هلاقيه مش هيكون موجود صح. مش هلاقيه لكن لما اديله الدوافع دي على طول وفي ثقه بينه وبينه وهو حس دي وحسس الاساسي ان في حد موجود بره بينزل في اي وقت بس يعني حاسس ان انا هلعب في بقى مدرب بيعتمد على مجموعه وهامل التانيين يجي التاني يلعب مش لاقيه مش لاقيك طيب لو هتحط تشكيل لمباراه القمه ممكن من وجهه نظرك مين يبدا المباراه في التشكيل الاهلي شوف انا ممكن اقول من وجهه نظري لكن في النهايه مستر فايلر والجهاز هم اللي شغالين مع الفرقه وهم اللي يقدروا يقولوا وهم اللي شايفين طول الاسبوع اكيد طبعا احسن مننا كلنا طبعا ومحدش هيراجعهم لان محدش يقدر يرجعهم هو اللي متحمل المسؤوليه وهو اللي حط فرقته لكن الوضع الطبيعي لو احنا لعبنا انا شايف يعني هيبقى الشناوي احمد فتحي لابد منه باك ليفت علي معلول لابد منه في القلب انا شايف ان ممكن يبقى رامي ربيعه ياسر او ايمن اشرف نص الملعب حمدي فتحي والسوليه اعتقد ده اللي هيبقى الاقرب يعني ممكن يبقى قفشه قدامهم هيبقى حسين ورمضان واجاي انا اعتقد كده الا لو هو فاجئنا ما هو خلي بالك المدرب الذكي ممكن عنده مفاجآت لازم يعمل تريكايه لازم يعني انا الصراحه الماتش بتاع السوبر انا فوجئت ان اجاي هو راس الحرب وكانت هي الغلبه فوجئت انت بتلعب براس حربه وهمي يعني انت مالكش راس حربه ثابت مش زي ازارو مش زي مروان محسن مش زي لا ده وهمي مين بقى اللي يجي وعجايب يتميز بيها ما انا بقول لحضرتك مين بقى اللي بيجي فاجئنا كلنا وقد كان هو اجتهد ومشي ممكن يبقى هو حاطط في دماغه على الماتش الاولاني في تركاية ممكن يعملها هتبقى خافيه عننا كلنا هو بس الوحيد اللي هيقدر يقولها وهيقدر يعملها وهيقدر يشتغل عليها مين بقى لكن احنا على الورق هنقول نفس التشكيل يعني هتلاقي التشكيل مش هيخرج عن 80% منه على اللي انا قلته لك ولو جبت ضيف تاني هيقول لك كده ولو جبت التالت هيقول لك كده لكن اكيد في تركايه في دماغه حاجه ده حقيقي ده وضع طبيعي ده حقيقي في دماغه حاجه هتتعمل انا احب المدرب اللي دايما دماغه شغاله ويفاجئ مش هقول لك يفاجئ المنافس يفاجئ جمهور فريقه بالتركات دي والمنافس ما هو اكتر واحد بيتلخبط المنافس بالظبط اكتر واحد بيحصل له شلل وقتي في الهيدنج بتاعه في دماغه على ما يفوق على ما يفوق يكون الوقت فراح خلاص بقى انت فاهم بس المهم ان انا ابقى موفق ما ده عنصر التوفيق مهم جدا في الكوره يعني التركات بتاعتي تبقى موفقه عنصر التوفيق مهم في الكوره بشكل عام وانا زي ما قلت لك يعني انت بتعمل كل حاجه كمدرب حاله اللعيبه بقى يوم المباراه هتفرق معاك كتير قوي يعني بصراحة ماتش السوبر مفيش لعيب في النادي الاهلي مش فايق وماشية ويعمل كده وتروح ويعمل كده فوقان غير طبيعي ده لولا إصابة الثنائي متولي وياسر إبراهيم كانت فرقت كتير ده وليد سليمان ما نزلش ما أنا بقول لحضرتك أنت كسبان ثلاثة ولسه عندك صلاح محسن وعندك وليد سليمان كانت فرقت كتير فأنا بقول لك أنت حالتك إيه يوم المباراة ده حقيقي وتركيزك إيه يوم المباراة وهدفك إيه يوم المباراة كل ده هيفرق معاك في المقابل بقى فريق الزمالك ايه الخط اللي ممكن يكون عامل قلق او الخط اللي انت لازم تعمل له الف حساب شوف انا شخصيا عندهم نص ملعب وفراوده كويسين وعنده كم كبير من اللعيبه عنده نص ملعب بلغه الكوره رزل بلغه الكوره رزل يعني نص ملعب رزل يعني سواء طارق حامد فرجاني لو لعب روزلا عنده فرود لاين فرود مش وحش تقصد ده مصطفى محمد لعيب كويس بن شرقي لعيب كويس عمر يعني قصدي يعني عندهم امكانيات كويسه
خط الظهر الى حد ما الى حد ما يعني هم كتيم برضو مش قليل، تيم كبير وتيم متماسك وتيم في مهارات فرديه كمان تفرق كويس، لكن زي ما قلت لك الحاله الفنيه بتاعت كل واحد يوم المباراه يوم المباراه وعنصر التوفيق وعنصر التوفيق وانا هلعب عليك ازاي، يعني هلعب عليك ازاي، دي هتفرق كتير جدا 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 معانا. وان شاء الله انا زي ما قلت لك الواحد بيتمنى من كل قلبه ان زي ما اي حد زملكاوي يتمنى ان الزمالك بيكسب، احنا نتمنى ونقول يا رب النادي الاهلي يوفق في المباراه ونطلع كسبانين فرحوا جمهورهم، هتديك دفعه معنويه لطول الدوري، هتبعد المسافات. لا وفيها ميزه كمان، انت بعد مباراه القمه عندك مباراه في الدوري، بعد كده هتريح، الدوري هيقف 35 يوم. انا بقول لحضرتك فانت بقى 35 يوم تقدر تشتغل بقى على الاصابات وتقدر تشتغل بالزبط. على ترجيع اللعيبه وتقدر تعمل كل حاجه، وصفاء ذهني كمان، الجمهور ما بيبقاش ضاغط عليك بقى في نتيجه مباراه حصلت من اسبوع ولا حاجه معني. وتفضل انعكاسها عليك لمده شهر. مع ان في حاجه عايز اقول لك مهمه جدا، وحصلت السنه اللي فاتت وحصلت في سنه من السنين، احنا اول ماتش مره في سنه من السنين اتغلبنا من الرجاء كان لسه صاعد كان مع كان جريدو كان جريدو كان بقى. اول ماتش في الدوري واتغلبنا من الرجاء وكان لسه صاعد. الدوري نفس طويل الدوري نفس طويل حقيقي. انا مش عايز اضغط على اللعيبه ولا الجمهور يبقى ضاغط ولا مضغوط، ده مهم جدا صح. ليه؟ مباراه بثلاثة بونت، انت قدامك لسه مشوار طويل، 30 ماتش زياده، في النهايه انت عايز تبقى البطل، بص تملي على البطوله، ما تبصش لمباراه، ما تبص هي مباراه قمه ودي ليها حسابات خاصه وليها، لكن في النهايه هي مش نهايه العالم. هي مش نهايه العالم، تمام، مش نهايه العالم، انت في النهايه ربنا يوفق تكسب تبقى كويس. لا قدر الله لو حصل العكس لسه الدوري طويل قوي. طيب. انا السنه اللي فاتت كنا فرق 17 بونت وصلنا وخدنا البطوله وفي الاخر احنا اللي فرحنا وبقينا الابطال. طيب بعيدا عن التمنيات، ليك توقع نتيجه؟ اخر لا سؤال. صعب مباراه خارج التوقعات. انا بالنسبه لي تمام، بالنسبه لي خارج التوقعات وانا بالنسبه لي برضه لا صعب جدا يعني. شكرا لك كابتن امين وبالتوفيق لك يا رب. شكرا محمد، و اتمنى ان انا ابقى معاكم دايما، ودي قناتنا وقناه النادي الاهلي منور بيتك دايما اللي كل الناس بتحبها وكل الناس بتتشرف بيها، وده تاج على راسنا كلنا يعني. الله يخليك كابتن امين وبالتوفيق دايما ليك يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. حلقه كانت مميزه جدا ومهمه جدا مع اثنين من نجوم النادي الاهلي، كابتن محمد الزيات والكابتن امين عرابي. تتواصل الاجيال لكن يبقى في النهايه النادي الاهلي بيفرح جماهيره في كل الاحداث الرياضيه سواء المحليه او الافريقيه. عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت الجاي، مباراه نادي الزمالك، مباراه خارج الحسابات خارج التوقعات، مهم جدا من الجمهور من اللحظه دي لغايه مباراه السبت الرساله اللي توصل للفريق بالكامل وللاعبين. المباراه صعبه، المباراه يعني فيها كل الظروف اللي ممكن تحصل في اي مباراه كره قدم. الشكل اللي احنا ظهرنا بيه في بدايه الدوري مش مقياس للمرحله الجايه، لسه الموسم طويل ولسه المباريات كتيره ولسه مباريات الزمالك لسه كمان هيبقى فيه اكتر من مباراه، فبالتالي مهم جدا نوصل رساله ان لسه المرحله الجايه عندنا مشوار طويل جدا، لسه ما حققناش حاجه، لسه الدوري في بدايته، مهم جدا الرساله دي تبقى من الجمهور لكل لعيبه عشان الثقه احيانا 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 بتنعكس بشكل سلبي جدا، ده مهم جدا ودورنا كاعلام ان احنا نوصل ده، دور الجمهور ان هو يكون واخد الانطباع ده، كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه السبت، نقدر نعمل نتيجه كويسه وثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار الدوري العام. الى هنا تنتهي الفقره الاخيره والبرنامج الاهلي الليله، والتقي بكم ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.